فكرت في موضوع المحاضرة بتاعت النهاردة، فكرت أعمل المحاضرة ديت. وأنا الحقيقة وأنا بحضر للمحاضرة أخدت نية، ويا ريت كلنا ناخدها مع بعض دلوقتي. أنا أخدت نية إصلاح ذات البين. الرسول عليه الصلاة والسلام ليه حديث جميل قال: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالق. شوفوا سبحان الله، الصلاة والصيام والصدقة اللي أفضل منها عند الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ إصلاح ذات البين. فما أحوجنا كلنا في الوقت دوت إن إحنا نتعلم تقنيات الحوار، وإن إحنا نشتغل على أنفسنا الأول، علشان إن إحنا لو كنا قبل كده دخلنا في حوار وما عرفناش والدنيا باظت مننا، طب إحنا هنتعلم مع بعض شوية تقنيات لعلها ربنا، إن إحنا بناخد النية كده مع بعض إن إحنا عايزين نصلح من أنفسنا ونصلح من حوالينا ونصلح علاقات الناس من حوالينا، كلنا نجدد النية مع بعض زي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن إحنا إصلاح ذات البين. إحنا عايزين نتعلم حاجة إن إحنا نقدر إن إحنا بيها نتخطى السلبيات ديت، أو ما نقعش في المشاكل اللي إحنا وقعنا فيها قبل كده. وسبحان الله قدرا كده تزامن ميعاد المحاضرة النهاردة مع رأس السنة الهجرية، أول يوم في العام الهجري الجديد. أسأل الله أن يكون بإذن الله عام خير وائتلاف ولم شمل لكل البيوت والأسر المصرية، وإن إحنا بإذن الله نهجر في هذا العام، نهجر الفرقة ويبقى عام بإذن الله رخاء، ويمكن الله فيه للأمة بتاعتنا. ولعل بقى إحنا يعني بمناسبة على سيرة الهجرة، خلونا نفتكر كده يعني نتدبر لينا وقفة كده هنا مع هجرة الرسول، لأن النهاردة أول يوم في العام الهجري الجديد. أسألكم سؤال: هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة للمدينة، هو إزاي قدر يقيم الدولة الإسلامية؟ إزاي كل الناس في المدينة، كل الأنصار، إزاي إن هم دخلوا في الإسلام، وإزاي إن هم اقتنعوا بالرسول؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان مسافر مهاجر بيهم كان معاه جيش وعتاد وقوة؟ هل هيخوفهم بحاجة؟ هل كانوا خايفين بحاجة؟ ولا إزاي اقتنعوا بالدخول للإسلام؟ أعتقد هي حاجة واحدة بس، هو الحوار. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقام الدولة الإسلامية، لما كل الأنصار دخلوا في الإسلام، ما كانش إلا بحاجة واحدة، ولا كان بالقوة ولا كان بالسلاح ولا كان بأي حاجة، إنما كان فقط بالإقناع وبالحوار. قدر إن هو يعمل يقيم البيعة مع الأنصار، وقدر يقيم الدولة الإسلامية كلها، لأنه سبحان الله، سبحان ربنا سبحانه وتعالى ثبته بالحجج، واللي قدر يقنع بيها يتكلم بيها مع الناس، وقدر يقنع بيها الانصار يخليهم يبايعوه، ويبايعوه مش على اي حاجه. يعني احنا النهارده بنقع في مشاكل وبنقع في حوارات قد كده بتؤدي نتائج سلبيه عشان حاجات ابسط بكتير. تخيلوا انتوا الانصار في الوقت دوت لما بايعوا الرسول ان هم يدافعوا عنه، وان هم يحاربوا معاه، وان كل واحد فيهم هيتقبلوا المهاجرين اللي هاجروا ويتقاسم معاه بيته، وقد يكون الراجل ليه عنده اكثر من ده، فيقوم يعرض على المهاجر اللي جاي ان هو يطلق احدى زوجاته ويزوجها ليه، اشياء كثيره. ويجي الاسلام، ممكن يكون حد يخش في الاسلام وامراته لسه ما اعتنقتش، فيقوم الاسلام يفرق بينه وبين زوجته، امور في غايه الاهميه، يعني شديده، اشد بكثير من اي موقف ممكن نكون معرضين له النهارده. ومع ذلك قدر ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم يقنعهم بان هم يبايعوه فقط بالحوار. من هنا احنا نقدر نعرف قد ايه اهميه الحوار، قد ايه هو حاجه مهمه، وقد ايه ممكن نوصل لنتائج ايجابيه جدا من الحوار. الحوار ممكن ينتج ما لا تنتجه الحروب. طيب خلينا نتعرف بسرعه ايه النقاط اللي احنا هنتعرض ليها النهارده في المحاضره بتاعتنا. اول حاجه احنا هنتكلم عن فوائد الحوار الناجح، وبعدين هنتكلم الحوار الناجح ليه اصول وقواعد وتقنيات هنتعرف عليها مع بعضنا. أستاذة داليا بتقول الصوت يعلى قوي مش مسموع عندك. طيب أنا هحاول. يا ترى كده واضح يا أستاذة داليا؟ تمام. طيب يبقى قلنا الحوار الناجح ليه أصول وقواعد وتقنيات هنتعرف عليها إن شاء الله النهاردة في المحاضرة بتاعتنا، إيه هي أصول الحوار الناجح وإيه قواعده وإيه تقنياته. وبعدين هناخد نبذة كده عن الحوار، شبكات التواصل الاجتماعي والحوار فيها إيجابياته وسلبياته، وهنتعرض بعد كده لمعوقات الحوار، وفي الآخر هنعمل تطبيق على كل الكلام ده إن شاء الله. أول حاجة أتكلم عليها هي فوائد الحوار الناجح. إيه هي فوائد الحوار الناجح؟ عايزة أسألكم يعني في رأيكم كده تقولوا لي
انا هستفيد ايه لما اقدر اعمل حوار ناجح مع اصدقائي مع قرايبي؟ ايه ثمرات الحوار بالنسبه لكم؟ تقارب وجهات النظر، تمام، العلاقات السويه، جميل، تبادل الافكار بطريقه سليمه، جميل، التعاون، اكيد، الوصول لتحقيق هدف، اكيد. الصوت يا استاذ احمد كده واضح بالنسبه لحضرتك؟ طيب مع بعض نتعرف عن فوائد الحوار الناجح. اول حاجه معالجه الخلاف. المفروض ان انا اي حوار بخشه ببقى بهدف، عندي هدف. لو انا مختلفه في خلاف، يعني ربنا خلقنا كلنا مختلفين، ولكن الاختلاف غير الخلاف. لو انا في خلاف بيني وبين شخص معين في مساله ما، فالمفروض ان انا بخش في حوار عشان اعالج الخلاف، مش العكس. سبحان الله دلوقتي بقى اللي بيحصل بقى العكس تماما، يعني الناس بيبقوا قرايب وعلاقتهم ببعض كويسه وممتازه، ومش في دماغهم خالص ان حد فيهم عايز يتكلم مع التاني في موضوع معين او انه عايز يقنعه بوجهه نظر، ولكن قدرا بيسيبوا المواضيع تتفتح والموضوع يتفتح، علشان الحوار بدل ما يؤدي الى تقارب وجهات النظر، لكن لا، الحوار يتفتح علشان يحصل الخلاف، والخلاف ينتهي قد غالبا مثلا بقطيعه رحم او بنتائج سلبيه جدا، في حين ان ده عكس هدف الحوار تماما. المفروض انا بدخل في حوار بهدف ان انا اعالج الخلاف او اوضح وجهه نظري للشخص الاخر، والشخص الاخر يوضح لي وجهه نظره. على الاقل لو ما اتفقناش يبقى على الاقل بنحترم بعضينا او بنتفهم وجهات نظر بعضينا. تاني حاجه حب الاخرين. انا المفروض ابقى حاطه في نيتي وانا بعمل حوار مع اي حد، انا عايزه اكسب حبه، انا مش بتحاور معاه علشان اعاديه. وخلوا بالكم هنا في حاجه مهمه، مش معنى كسب الحب ان انا اتنازل او ان انا اذوب في راي الاخر، لا، كسب الحب بمعناه انه انا برضه متمسكه برايي، بس بعرضه بطريقه يعني مجرد ان انا عايزه اوضح رايي، قد يقتنع قد ما يقتنعش، ولكن في الاخر عايزه يسود المحبه، عايزه ان انا ما نبقاش اعداء، كل واحد فينا يوضح للتاني وجهه نظره. ثالث حاجة من فوائد الحوار الإصلاح. الإصلاح، نفترض مثلا الزوج والزوجة كل حد فيهم ليه طبع معين مختلف عن التاني. لو هو فضل يعمل حاجات اللي هي بتضايقها وهي ما بتقولوش، هو مش عارف ان الحاجات دي بتضايقها والعكس صحيح، هيبقى هتحصل مشاكل. ولكن مفترض ان الحوار عشان كل حد فيهم يتفاهموا مع بعض، كل حد فيهم يلفت نظر التاني، هو بيحب ايه ما بيحبش ايه، يحصل الإصلاح ما بينهم. رابع نقطة، الرد على الشبهات. ناس كتير بتفتكر ان انا طالما ان انا بتصرف صح، وطالما انا ما بغضبش ربنا في حاجه وتصرفاتي كلها سليمه، يبقى خلاص الناس مش مشكله. الناس تفتكر بقى، الناس تظن اللي تظن، ومش مشكله، ما انا مش مضطر ان انا اوضح انا ليه بعمل كل حاجه لكل الناس، انا حر طالما ان انا راضي عن تصرفاتي وعارف ان انا تصرفاتي سليمه، اعتقد اللي تعتقده ما يفرقش معايا رايهم بحاجه. الكلام ده مش سليم. ولكم في رسول الله اسوه حسنه. الرسول عليه السلام، هحكي لكم موقف كده حصل مرة مع الرسول، كان في المعتكف في المسجد النبوي في العشر الأواخر من رمضان، وكان واقف على باب المسجد بالليل في الظلام هو وزوجته السيدة صفية. فمر اتنين من الصحابة، فشافوا الرسول عليه السلام هو والسيدة صفية واقفين على باب المسجد، قاموا ماشيين بسرعة، راحوا مسرعين. راح الرسول عليه السلام نده عليهم وقال لهم على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فالصحابة قالوا له سبحان الله يا رسول الله، طبعا اتخضوا، يعني هو انت في كده بنشك فيك يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله. قال لهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم انه الشيطان يجري من بني ادم مجرى الدم، فعلشان كده هو حب يزيل عن نفسه الشبهة. قال لهم ايه؟ ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم، واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. فالرسول عليه السلام اللي هو اسمه سيد الخلق، اللي فوق مستوى الشبهات، واكيد هو يعني سيد العالمين افضل مننا كلنا، ومع ذلك مرضيش ان هو يسيب الصحابه حد يوضح لهم. فضمن فوائد الحوار ان احنا ايه؟ نرد على الشبهات، نرفع عننا الشبهات. النقطه اللي بعد كده نمره خمسه، الانفتاح وتبادل الخبرات. لما بيحصل جمع، احنا دلوقتي مجموعه مجتمعين كده مع بعض قاعدين، فينا طبيب، فينا مهندس، فينا معلم، لما بنتكلم مع بعضنا كل حد فينا ممكن يستفيد خبرة من الشخص الآخر، ممكن نتبادل خبرات وكل حد فينا يستفيد من التاني. نمرة ستة، حفظ الحقوق والمصالح. ما ضاع حق وراءه مطالب.
يبقى انا لو انا ليا حق، انا بشتغل في مكان وليا مصلحه، ليا حق والبتاع دوت اتاخد وانا سكت خلاص هيضيع الحق بتاعي. انما لما ابتدي اعمل حوار وابتدي اطالب وانا مش وما اسكتش على ان حقي اتاخد، ان شاء الله هقدر اوصل له. اخر حاجه في فوائد الحوار اللي هنتكلم عليها دلوقتي كاسلوب تعليم، زي ما احنا بنعمل دلوقتي، احنا بنعمل مع بعض حوار وانا بسالكم بتردوا عليا كايه، كاسلوب تعليم. في حاجه في الجزء دوت حد يحب يسال في حاجه؟ طيب تمام. طب حد يقول لي بسرعه كده بقى من الحضور ايه هي فوائد الحوار الناجح، يقول لي اي نقاط من اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي. خلوا بالكم انا بحب اسال كل شويه عشان اتاكد ان الناس اللي معايا مصحصحين كده ومركزين معايا. تبادل الخبرات، الاصلاح، الاسلوب التعليمي، الترابط، وقلنا معالجه الخلاف وحب وكسب حب الاخرين والاصلاح. تمام. طيب نتنقل على النقطه اللي بعد كده، اصول الحوار الناجح. احنا قلنا ايه، ان الحوار ليه اصول وليه قواعد وليه تقنيات علشان يبقى حوار ناجح. فاولا هنتكلم عن اصول الحوار الناجح، ليه 5 اصول الحقيقه. اول حاجه طلب الحق. يبقى اول اصل في الحوار النيه، انا داخله الحوار ده ليه؟ لازم ابقى اي حوار انا بخش فيه يبقى عندي نيه، انا داخله الحوار ده ليه؟ النيه اللي هي طلب الحق. انا مش بخش عشان اتمنظر بمعلوماتي، ولا علشان ان انا لازم اتكلم يبقوش هم كلهم بيتكلموا وانا قاعده ساكته، فانا هقول حاجه مختلفه عشان مميزه ابقى مختلفه عن الموجودين. لا، اهم حاجه انا اراجع في بدايه الحوار وفي نص الحوار وفي اثناء الحوار، لان الشيطان زي ما لسه قايلين بيجري من بني ادم مجرى الدم. فانا اراجع نيتي كل شويه، هو انا بعمل الحوار، انا داخله في الحوار ده ليه؟ لازم اتجرد في طلب الحق، لابد من التجرد في طلب الحق والحذر من التعصب والهوى وإظهار الغلبة والمجادلة بالباطل. أنا لو فعلا مخلصة في نيتي إن أنا عايزة عايزة أطلع بالحق من الحوار ده، إن شاء الله ربنا هيوفقني، وما بقاش ما افتكرش في نفسي لا، إن أنا عمري ما بتكلم عشان أتمنظر. النية قد تكون النية في الأول خير وتتقلب بعد شوية، فأنا لازم أخلي بالي أشتغل على نيتي طول الوقت كل شوية. الإمام الشافعي رحمه الله ليه مقولة جميلة قوي، بيقول إيه؟ ما نظرت أحدا إلا تمنيت لو أن الله أظهر الحق على لسانه. تفتكروا ليه الإمام الشافعي بيقول كده؟ ليخلص نيته أمام الله، ليكون الغرض من المناقشة هو ظهور الحق. جميل فعلا. هو الإمام الشافعي خايف على قلبه، خايف على قلبه إنه نيته تتغير، انه لما هو اللي يقول الحق، لما يخش في مناظره مع حد وهو اللي يقنعه وهو اللي يقول القول السليم في الاخر، انه نيته تتغير، انه يصيبه الكبر او العجب فيفسد عمله. فالمقوله دي سبحان الله تدل على منتهى الاخلاص، ان هو عايز مناظره هو اللي يجي الحق عليه علشان يبقى متاكد ان هم بفضل الله وصلوا للحق من غير ما يشوبوا اي عجب او اي كبر. يبقى ده الاصل الاولاني، ده الاصل الاولاني اللي هو ايه، طلب الحق. الاصل الثاني تحديد الهدف. تحديد الهدف يعني تحديد موضوع الحوار وايه الهدف. ساعات كتير نخش ابقى انا عايزه اتكلم مع حد معين، يبقى في حوار عايزه اخش وابتدي اتكلم، والاقي الحد اللي انا في حاجه موضوع مهم جدا عايزه اوصل فيه لقرار، او عايزه يهمني اقنع بيه شخص معين، مجرد ما ابتدي اتكلم الاقي اللي قدامي خدني وسحبني وراح بيا في موضوع تاني، وراح ردد عليا في سكه موضوع تاني خالص، اروح ماشيه معاه وسايبه الموضوع الاولاني، والموضوع التاني جرنا الموضوع تالت ورابع، ونلاقي نفسنا فتحنا 100 موضوع ما حلناش ولا حاجه فيهم، ما وصلناش لاي قرار فيهم. وغالبا ممكن تالت او رابع موضوع اللي هو ما كانش في دماغنا خالص احنا الاثنين ان احنا نفتحه يتقلب لخناقه في الاخر. طب هو كان ايه ده قاعده مع جوزي بتكلم على حاجه مثلا تخص دراسه الولاد، ايه اللي جاب سيره حماتي؟ لا يعني لو الموضوع خرج من حاجه لحاجه لحاجه، طب ايه اللي جاب الكلام ده؟ مهم قوي لو حتى قدامي انا، يعني المؤمن كيس فطن والكيس من دان نفسه. فلو انا اللي قدامي بيشتتني وبيطلع بيا من حته لحته، انا اللي اقود الحوار. انا ليا هدف معين مش هسيبه. الهدف والغايه من الحوار اقامه الحجه ودفع الشبهه والفساد من القول والراي. جميل. يبقى يبقى انا وانا لما ببقى بحدد هدف بعرف ان انا عندي مساله معينه مش هسيبها غير لما احلها.
الإمام الشافعي كان إذا نظره أي حد في مسألة وخرم معاه وسابه ودخل المسألة غيره، يقول له إيه؟ نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. فأنا دايماً أعمل زي الإمام الشافعي، راح لقيت اللي قدامي هيسيب الموضوع الأساسي اللي إحنا بنتكلم فيه وهيتطرق وياخد نفس الكلام، يقول له طب خلينا نخلص الموضوع الأولاني اللي إحنا فيه وبعدين هبقى أروح معاك للموضوع التاني اللي أنت عايزه. الأصل الثالث الاتفاق على أصل. بالنسبة للمسلمين المرجعية بتاعتنا هي إيه؟ الكتاب والسنة. ومهم قوي في خاصة في الأيام الآراء كتير واختلافات كتير وكل حد يعني اختلافات كتير قوي بتحصل في حواراتنا، مهم قوي إن أنا أدرس الكتاب والسنة، إن أنا أبقى ماشية بالدليل بتاعي كده، أبقى ماشية بدليلي في إيدي. يعني أنا مرجعيتي إيه؟ أنا لما أقعد أتكلم أنا وأستاذ عادل أو أنا وغادة قاعدين بنتكلم اختلفنا، طب احنا مرجعيتنا ايه؟ الكتاب والسنه. طب ربنا رايه ايه في الموضوع دوت؟ الايات بتقول كذا كذا، طلاس السلام في حديث في النقطه دي بيقول كذا كذا، يبقى انا لما انا بقول وانت بتقولي اول ما هنقول طيب قال تعالى خلاص ما في، يعني القران بقى لا يعلو عليه، فهو اللي هيبقى الفيصل ما بيننا. ومهم قوي هنا في الحته ديت وانا بقول الكتاب والسنه الضوابط او الفهم بتاع الكتاب والسنه، لانه سبحان الله يعني النقطه دي يلزمها النقطه اللي قبل كده، الاصل اللي احنا قلنا اتكلمنا عليه من شويه اللي هو الاصل الاول اللي هو الاخلاص. لان سبحان الله كتير دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه دوت بيحاولوا يلووا الادله، يعني مهم ان انا اصلح، ان انا ماليش دعوه بحد بس انا اشتغل على نفسي، هل انا فعلا بستخدم الدليل المناسب للفهم المناسب في الوقت المناسب ولا انا ايه بحاول الوي الدليل علشان يتفق مع هوايا. الصوت كده واضح استاذ سيد؟ انا بحاول والله ان انا اخليه على يعني يبقى اعلى حاجه. اوكي، ففي ايه جميله انا بحبها جدا، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، سوره النساء. يبقى هو الفيصل بتاعنا دايما والمرجعيه بتاعتنا بالنسبه للمسلمين هي ايه؟ الكتاب والسنه. وحتى لو انا بتحاور مع حد من غير المسلمين لازم برضو ابقى في بداية الحوار ابقى متفقة ان احنا لينا مرجعية بنرجع فيها، بدل احنا قبل ما نختلف احنا متفقين على ايه، احنا قواعد الديمقراطية او يعني اي ايه مرجعية هنستند اليها احنا الاثنين علشان نبقى عارفين ان احنا ماشيين في نطاق او في اطار محدد هو اللي هنرجع ليه في الاخر. الاصل الرابع البدء بمواضع الاتفاق وبالاجماع والمسلمات. بمعنى ايه؟ يعني دايما خليك في حوارك، انا هبتدي اخش اتكلم في حوار مهم عايزه اتكلم مع زوجي مع اختي مع ابني، ابتدي بمواضع المسلمات بالحاجات بنقط الاتفاق. خلي بالك قوي، اوعى ان انت تقول لمحاورك في الاول حاجه جمله او سؤال ويرد عليك بلا. لو انت قلت له حاجه واختلف معاك في اول جمله او جملتين غالبا نهايه الحوار كلها هتبقى سلبيه، فنخلي بالنا جدا من النقطه ديت، ان انا ما ابتديش لو انا عندي حاجه انا مختلفه فيها انا وفلان مش هبتدي معاه كده بالمشكله مباشره، ولكن هبتدي في الاول اجمع النقاط المشتركه بيني وبينه. يعني في مثلا في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي انا قاعده بتكلم مع حد ابتدي ادور على حاجات مشتركه اللي بيني وبينه، احنا الاثنين بنحب البلد وخايفين على مصلحتها، وانا اظن فعلا ويعني احسبكم كلكم كده واحسب كل اهالينا ومعارفنا ان شاء الله ان احنا كلنا بجد عندنا نية صادقة وكلنا فعلا نيتنا خير، يعني إلا بقى الـ يعني الـ أي قوة خارجية ولا أي ولا الفلول ولا إنما فعلا أتصور لما بيحصل خلاف في أي في البيت الواحد ولا ما بين الأقارب والأصدقاء كلنا بإذن الله فعلا عايزين مصلحة البلد، كلنا فعلا نيتنا خير، بس الحق والخير قد يختلف شوية مني ليك. فأول ما أبتدي إيه؟ لا مش كلنا، ما يعني خلينا نتكلم ان شاء الله على يعني اهالينا وعلى اصدقائنا، هم ممكن يكونوا شايفين انا شايفه الحق بطريقه، انت شايف الحق بطريقه تانية، انما فعلا اتصور ان معظمنا عايزين الخير، ولكن كل واحد فينا بيراه بطريقه مختلفه. كيف نتجنب ذلك؟ عن طريق ان انا ببتدي في الاول، طيب انا وانتي قاعدين نتكلم، احنا الاثنين ايه الحاجات النقاط المشتركه اللي ما بيننا؟ احنا الاثنين خايفين على مصلحة البلد، احنا الاثنين بنخاف ربنا، احنا الاثنين يعني نتمنى ان شاء الله ربنا يولي علينا من يصلح ويصلح. احنا نبتدي نجمع، احنا الاثنين جيران او احنا الاثنين اخوات، احنا الاثنين ساكنين في عمارة واحدة وطول عمرنا كنا بنعمل كذا
اكيد اقعد ادور ايه اللي بيني وبينك مشترك وابتدي اتكلم فيه. مش احنا اللي مسالك، مش احنا الاثنين، مش احنا الاثنين اخوات وبنحب بعض؟ هتقولي لي تمام. مش احنا الاثنين مصريين وبنحب البلد دي وعايشين طول عمرنا فيها؟ اوكي، ابتدي اسال الاسئله في الاول اللي ابقى متاكده ان ردودك عليا فيها هتبقى نعم. اتجنب خالص ان انا اقول لك حاجه فتقولي لي لا، مش احنا الاثنين خايفين على البلد دي، مش احنا الاثنين بنصلي وبندعي انه ربنا يا رب يصلح احوال البلد. خلي ده في بدايه حواري وفي نهايه حواري كمان. يبقى انا لما انا متفقين على النقطه ديت والنقطه الثانيه احنا متفقين فيها، وثلاثه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته مواضع اتفاق، ابتدي اجيب كل مواضع الاتفاق اللي ما بينها، هتحس ان احنا الاثنين في مركب واحده، احنا اثنين في جزء واحد مع بعض. لو وصلنا بعد كده لنقطه اختلفنا فيها يبقى دي جزئيه، يبقى احنا اختلفنا في جزئيه بس ما بيننا نقاط اختلاف متفقين فيها تانية كتير قوي. يبقى احنا اتفقنا في واحد اثنين ثلاثه اربعه وبعد كده وصلنا لنقطه معينه مختلفين. ما هو بص يعني احنا زي ما بقول الكيس، هفضل اقول كده طول المحاضره، الكيس من دان نفسه. انا دايما انا في اي حوار هألزم نفسي وهاخد على عاتقي، لو اللي قدامي مش عارف يلتزم تمام بقواعد الحوار، لا انا اللي هلزم نفسي، انا هاخد على عاتقي ان انا اقود الحوار لاتجاه ايجابي. انا ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني ان انا بطريقتي وباسلوبي وواحده واحده كده ما خليهوش يتعصب، انا اللي هقود، انا ان شاء الله اللي هقود الحوار، هدور دايما على نقاط الاتفاق بحيث ان احنا لو وصلنا لنقطه معينه مش بالضروره ان انا هقنع محاوري، ولا هو كمان بالضروره ان هو هيقنعني، ولكن على الاقل مش هنخسر احترامنا لبعض، هنفضل محترمين بعض. الاصل الخاص، مناقشه الاصل قبل الفرع. يعني ايه؟ يعني ما اجيش امسك جزئيه صغيره كده دي في اخر الموضوع واسيب الاساس. انا لما هتكلم في اي موضوع اتكلم على الاساس بتاعه الاول، وبعدين ابتدي اتفرع لفرع فرع. ناخد مثال، مثلا سيبنا من السياسه دلوقتي، ناخد مثال بعيد عن السياسه. كتير في اوقات كتير في البيوت المصريه لما الاب والام بيبقى عندهم اولاد بيبتدوا يوصلوا لسن المدرسه ويبتدوا يقعدوا مع بعض يتكلموا عايزين يختاروا المدرسه اللي هيدخلوا فيها اولادهم. لو الاب مهتم بالعيال، يعني اوقات كتير الاب بيفوض الموضوع للام ويقول لها خلاص اتصرفي انت واختاري، انزلي لفي كده واختاري المدرسه اللي تناسبك. انما لما بيبقى الاب مهتم بالعمليه التعليميه وعايز ان هو يشترك مع الام في يعني هما الاثنين يتخذوا قرار، لو هما الاثنين ليهم رؤى مختلفه ممكن اوقات كتير بتحصل مشاكل في الجزئيه ديت. فاللي بيحصل ايه؟ يعني ممكن يحصل انه الاب والام يقعدوا مع بعض، الام تقول والله انا نفسي ادخل ولادي في المدرسه الفلانيه، المدرسه الفلانيه دي هايله بس بحاجه 40,000 جنيه في السنه، وجوزها موظف مثلا مرتبه طول السنه يمكن ما يكملش مصاريف المدرسه، والاب يقول لا 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 انا عجباني المدرسه الثانيه. هم عمرهم بالشكل ده عمرهم ما هيوصلوا لاتفاق، لان هم ادوا بدايه خاطئه من الاول، هم ما ابتدوش صح. طب ايه اللي المفروض يحصل؟ الاول ان احنا هنقعد قبل ما يقول اسم مدرسه، هو يقول لي اسم مدرسه وانا اقول مدرسه، احنا نتكلم عن الاصل، احنا نقعد نتفق الاول، نمسك الموضوع من اوله من بدايته. احنا مثلا ميزانيتنا نقدر ان احنا نوفر كام من ميزانيتنا على مدار السنه للعمليه التعليميه؟ فيقوموا يتفقوا مع بعض والله احنا نقدر نوفر 10 قروش. طيب يبقى ده اول اصل، احنا عارفين ان احنا بالنسبه للناحيه الماديه احنا ايه نقدر في الفلوس نقدر نوفر المبلغ الفلاني لتعليم الولاد. طيب بعدين اتفقنا على النقطه ديت استقرينا عليها، يبقى هي اللي هتفرض يبقى اي نوع من التعليم احنا عايزين، هل تعليم حكومي ولا تعليم خاص ولا انترناشونال. فنبتدي نتفق على تاني حاجه احنا عايزين نوع التعليم الفلاني. طب نبتدي ننتقل للنقطه اللي بعديها، طب احنا مثلا عايزين مدرسه مشتركه مختلطه ولا عايزين بنين فقط او بنات فقط، فنتفق فيها. احنا الاهم ما بيننا بالنسبه لنا احنا الاثنين بعد المدرسة مثلا على البيت انها تبقى حاجة قريبة، ولا جودة التعليم ان المدرسة يبقى تعليمها احسن. نبتدي واحدة واحدة من اصل الفرع الفرع، نتفق على فرع فرع لحد في الاخر هيبقى سهل جدا، هنلاقي ان قدامنا اسم او اسمين متقاربين من بعض، سهل جدا ان احنا نختار ما بينهم. انما لو هي راحت قايلة اسم في الاول وهو راح قايلة اسم تاني، لا طب مش عارف ايه اصل المدرسة دي فيها ولاد اختي، لا اصل، غالبا ممكن الموضوع يتحول الى مشكلة وما يعرفوش يتفاهموا مع بعض بسهولة. فده اصل مهم جدا، ان انا لازم ابقى عارفه مرتبه افكاري كده وانا بخش في اي حوار، انا همسك الاصل الاول
هخلصه وابتدي انتقل على الفروع لحد ما نوصل للجزئيات الصغيره. تمام. طيب الجزء اللي بالنسبه للاصول، اصول الحوار، في حاجه، في اسئله، حد يقدر يقول لي بقى ايه الاصول بسرعه كده؟ هو في اصل منهم معانا دلوقتي، حد يقدر يقول لي الاصول الاربعه اللي فاتوا كانوا ايه؟ الاخلاص، تمام، تحديد الهدف، الاتفاق على اصل يرجع اليه، تمام، جميل. خلاص نتنقل للنقطه اللي بعد كده اللي هي ايه؟ قواعد الحوار الناجح. احنا خلصنا كده الاصول وهنبتدي نخش في القواعد. عندنا الحقيقه 9 قواعد للحوار الناجح. اول حاجه وحاجه مهمه جدا، انتقي كلماتك. كلمه طيبه صادقه، فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى نقي كلماتي. يعني سبحان الله، يعني كتير قوي سبحان الله، الناس كلها كأن الناس كلها دلوقتي اعصابها تعبانه، وكتير الناس ممكن تبقى تبدا الحوار بشكل منطق وبعد شويه يبتدي يخرج منها الفاظ مش منطقيه خالص. لا، انقي، انقي الفاظي، انقي، خلي بالي هل الكلمه دي وقعها هيبقى ايه. مش الهدف ان انا افحم اللي قدامي ولا اعرفه هو قد ايه صغير ولا هو ايه غلطان. في ناس كده تبقى داخله الحوار وهدفها كده، لا ده انا مسكته هو ايه، عارفه ان الفلان الفلاني دوت رايه مختلف عني. وكل عداد يقول التي هي احسن، جميل. فيبقى حد سعيد جدا وفخور يقول ده انا مسكته مسحت بيه البلاط، ده انا خليته فهمته ان هو ما يسواش مش عارف ايه. لا، انا بنقي كلماتي مهما كنا مختلفين، مهما كنا مختلفين انقي كلمات، انقي الكلمه الطيبه هي اللي هتقنعه. انما لما احاول احسسه ان هو ما بيفهمش حاجه وانه ده انا خليته، عمرنا ما هنوصل لنتيجه طيبه. يبقى الكلمه الطيبه سحر. 2، اختيار الزمان، المكان والزمان والانسان المناسب. ما يبقاش مثلا زوجي انا مختلفه معاه في موضوع معين او عندي مشكله تخص حد من الولاد واستنى اول ما يخش من باب الشقه وهو راجع من الشغل والدنيا زحمه وحران ومش طايق نفسه واروح هجم عليه بقى بالمشاكل. لا، اختار الوقت الوقت المناسب اللي هو يكون مستريح فيه، والمكان المناسب، ولو هو موضوع شديد الاهميه، حاجه عايزه اخد فيها قرار مهم بيني وبين زوجي، بيني وبين والدي والدتي، حاجه مهمه، ايه المانع ان انا تعالي يا ماما انا عازماكي النهارده مثلا نشرب شاي في النادي، او ننزل نقعد في الجنينه اللي ورانا، او نقعد في اي حته، انتقل بحيث ان انا اضفي اهميه على الموضوع بدل ما احنا قاعدين في البيت والولاد عمالين يتنططوا والتلفزيون شغال وعالي وفي مليون حاجه ممكن تعمل دوشه. كل زوجات مصر بتعمل كده، ما احنا نحاول نصلح من نفسنا بقى. فايه المانع ان انا مجرد ان احنا هننتقل هنسيب البيت وهنروح لمكان تاني هبقى بحاول اهيئ جو مناسب، والطرف اللي قدامي انا متاكده ان هو مهيئ ومستعد ان يخش معايا ان شاء الله في حوار ايجابي. طب والقواعد دي بتبقى ثابته مع الانماط والشخصيات المختلفه؟ اه، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في الحاجات العموميات، الحاجات العامة اللي هي تتناسب مع كل الأشخاص. في بعد كده فروقات تختلف، يعني حاجات تانية ممكن تختلف مع من شخص لآخر، لكن الحاجات اللي بتكلم فيها دلوقتي دي هي الحاجات العامة اللي مع كل الناس. أي حد هتكلم معايا إن شاء الله يعني الكلمة الطيبة يعني ليها مفعول بإذن الله يبقى مع أي حد. الموضوع الاختلافات بين الأنماط دي جزئية تانية ممكن نتطرق لها بعد شوية. طيب النقطة اللي بعد كده العلم. خلوا بالكم، قد تكون القضية ناجحة والمحامي فاشل فيخسر القضية. يبقى أنا ما أخشش في أي موضوع إلا لو أنا عندي علم ودراية بيه كفيل اللي يخليني إن أنا أدافع عن وجهة نظري بشكل مقبول. أنا ممكن أبقى عندي، أنا متأكدة إن أنا على حق وأبقى فعلا أنا على حق وقضيتي صحيحة وسليمة، ولكن بما إني مش ملمة بجوانب الموضوع، ما عنديش العلم الكافي، فأخش في حوار بشكل خاطئ أضيع فيه حقي وأضيع فيه قضيتي. أنا أفضل لي في الحالة دي إن أنا ما أخشش في أي حوار إلا لما أحيط علم بالموضوع اللي أنا ناوي أتكلم فيه. التواضع بالقول والفعل. يعني لو أنا عاملة 7 دكتوراه في حتة معينة وبتكلم مع حد بسيط جدا، عمري ما هبين له إن أنا بفهم من أحسن منه وأنا بفهم كل حاجة وهو ما بيفهمش. لا، بالعكس سبحان الله، يعني الناس كل ما بتزداد علم بنلاحظها دايما، كل اللي قدامنا ما بيزداد علم
كل ما بيزداد تواضع، لان كل ما البني ادم علمه بيزيد كل ما بيعرف قد ايه هو ينقصه من العلم، قد ايه لسه العلم بحوره واسعه وقد ايه لسه هو ما يعرفش حاجه. فانا مش عشان ربنا رزقني بحته بقى عندي شويه معلومات في حته معينه، او انا شايفه ان انا خلاص ربنا هداني لوضع معين واللي قدامي لسه مش مكتشف حقيقته، يبقى انا خلاص بقى انا اللي ياما هنا ياما هناك، انا اللي فاهمه كل حاجه وانت مش فاهم حاجه. لا كده اكيد هضيع قضيتي. التواضع بقول الفعل والابتسامه والبشاشه في الحوار باذن الله يبقى ليها مفتاح السحر في الحوار، مع يعني في نجاح الحوار. خامس نقطه احترام الطرف الاخر اللي قدامي، لو حاسس ان انا مش محترماه، لو حاسس ان انا مستخفيه بيه، ان انا مش بتعالى عليه، يعني هي مقرونه بالنقطه اللي قبليها، عمره ما هيتقبل مني كلامي. انما لما احس قد ايه ان انا فعلا بحترمه ومقدره وجهه نظره مهما كنت مختلفه معاها هيتقبل مني الكلام. نمرة ستة الإنصاف. مش معنى إن أنا مختلفة معاك يبقى أنت كلامك غلط، مش عشان أنا ليا رأي معين وأنت ليك رأي معين يبقى أنت من ساعة ما قعدت لحد ما مشيت ما قلتش ولا كلمة صح. لا أنا فعلا في المحصلة ليا رأي مختلف معاك، أنا إحنا مختلفين في الرأي، ولكن ممكن في كلام لما ألاقي إن أنت في وسط الكلام قلت جزئية معينة معاك حق فيها، انا اخطات فيها، او حد احنا بنتكلم عن فريقين او بنتكلم عن اخطاء شخصيه ده في وسط كلامك جزئيه ان انت فعلا معاك حاجه فيها، هقف اقول لك اه معاك حق انا متفقه معاك في انا يمكن كنت مختلفه في الكلام اللي كان قبل، بس الجزئيه دي تحديدا انا متفقه معاك فيها، الجزئيه دي فعلا اخطات فيها، او الفريق اللي انا مقتنع بيه فعلا غلطوا في الجزئيه دي. ده حتى هيخليه يتقبل مني الكلام اللي بعد كده لما يحس ان انا منصفه، مش اي حاجه بيقولها من قبل هو لسه في نص كلامه لا لا غلط لا ما ينفعش لا ما حصلش. لا الانصاف كويس، يعني اذا محاورك قال حاجه هو عنده حق فيها يبقى كويس جدا ان انت تقول له فعلا انا متفق معاك في النقطه دي. التعميم من اخطاء التفكير. تمام. العزه والثبات على الحق. مش معنى ان انا من شويه قعدت اقول ان انا من ضمن اهدافي ان انا احصل على حب الاخرين وان انا قد كده عايزه والتواضع والبشاشه ان انا اذوب، او ان انا خلاص ان انا اقعد اقول له اه والله كل ما انا عارفه ان انا وانت مختلفين في نقطه معينه يبقى انت اي حاجه هتقولها لي هقعد اقول له اه والله معاك حق ده كلامك كله صح ده لا 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 ده فعلا كنت ده هم الناس اللي بيقولوا انا ماليش دعوه ده انا سمعتهم بيقولوا كده. لا انا ليا رايي انا معتزه بيه، مش معنى ان انا مش عايزه اخسرك او ان انا حريصه على ارضائك ان انا اتنازع عن رايي، انا هفضل ثابته برضو وحاسه بعزه وثابته على رايي، بس طول ما انا مقتنعه. مش معنى كده ان انا في لحظه حسيت ان انت معاك حق انا هعلن ده فعلا، انما لو طول ما انا مقتنعه برايي انا هفضل متمسكه بيه بعزه وثبات، من غير بس من غير تعصب، من غير عصبيه. مش معنى ان انا عايزه اوصل لنتيجه ايجابيه ان انا اذوب او ان انا انافق او ان انا اتنازل عن رايي، بس المهم يكون الراي صح. ما هو انا يعني زي ما بقول انا طول ما انا شايفه لو في لحظه من لحظات الحوار اكتشفت انه محاوري هو اللي معاه الحق خلاص بقى مش هتعصب، بالعكس اكرم لي 100 مره ان اقول له فعلا انت معاك حق. طب انا ما كنتش اعرف المعلومه دي قبل كده، طب خليني اراجع ونبقى نقعد بعد كده بعد شويه وقت نكمل الحوار مع بعضينا، انا ما كنتش اعرف المعلومات اللي انت قلتها لي دي قبل كده. الاعتراف بالحق فضيله. اصغي بهدف الفهم والاستيعاب ليس بهدف المناقضة والرد. يبقى مش عشان انا عندي افكار مسبقة ان انا عارفة ان انا وانت مختلفين فانا مستنية انت بس اول كلمة بتقولها علشان اقاطعك وعلشان ايه افحمك. لا مهما كنت عارفة انه ان احنا مختلفين لكن انا بسمع عايزة افهم عايزة استوعب انت رأيك ايه، عايزة طب ما يمكن ربنا يعني يجري الحق على لسانك، طب ما يمكن انا ما كنتش فاهمة فانا بفهم وبستوعب وبدي لك فرصة ان انت تتكلم براحتك واقعد اسمعك. اذا اردت ان تكون متحدث بارعا كن مستمعا جيدا. لو الطرف الاخر اقنعني بوجهة نظره في لما لا مفيش اي مشكلة، لو اقتنعت ما زي ما قلنا لو اقنعني بوجهة نظره اه خلاص هقول له انت معاك حق مفيش اي مشكلة، بالعكس انا يعني ده ما ينقص من مقداري اطلاقا، بالعكس يعني زي ما قلنا الامام الشافعي المقوله بتاعته اللي قلناها من شويه لما كان بيتمنى ان هو الحق يبقى على لسان محاوره مش على لسانه. انما انا النقطه اللي كنت بقولها اللي هي نقطه رقم 4
العزة والثبات على الحق، اللي هي طول ما أنا شايفة لو أنا مقتنعة إن الحق معايا يبقى مش هسيبه عشان أنافق اللي قدامي. إنما أول ما شفت إن الحق مع اللي قدامي، بالعكس أنا يزيدني فخر وشرف إنه الحمد لله ربنا كرمني ورزقني وعرفني حق فين. يعني سبحان الله، إحنا على طول يعني من أجمل الأدعية دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لب الخلاف ان كل واحد فاكر نفسه هو الصح. ما هو خلاص، يعني لو احنا فضلنا كل حد فاكر ان هو مش زي ما مش مضطريه ان انا اتنازل عن رايي علشان نبقى احنا انا وانتي في حته واحده، ولكن على الاقل هبقى حريصه ان انا بحترمك وانتي بتحترميني، انا واستاذه نجلاء مختلفين بس احنا اتنين بنحترم بعض، بس احنا اتنين اصحاب. نمرة 9، ترتيب الأفكار. لو أنا عندي موضوع مهم عايزة أقنع بيه زوجي، عايزة أقنع بيه صديقتي أو أي شخص، مهم إن أنا قبل ما أفتح الموضوع أكون مرتبة أفكاري، محضرة نفسي وعارفة طب إيه الأسئلة اللي هو لما هقعد أقنع، يعني أفتح الموضوع ده معاه هيسألني في إيه، هيسألني في 1 2 3، أبقى مجهزة الأجوبة بتاعتهم. طب أنا هستعرض معاه في الأول الفكرة الفلانية وبعدين هنتقل، تبقى أفكاري مش هسيب كده إيه اقعد كده واسيب الصدف هي اللي تمشيني. تمام، ده يرجعنا لنقطة تحديد الهدف. طيب خلصنا احنا دلوقتي قواعد الحوار الناجح، وهنبتدي نتكلم النقطة اللي بعد كده. احنا اتكلمنا في الأول عن فوائد الحوار، واتكلمنا عن أصول الحوار الناجح وقواعد الحوار الناجح. دلوقتي هنبتدي نتكلم في تقنيات في الحوار. يعني لو قلنا الحوار ده زي مبنى عملنا له اصول، او اللي هي الاساسات، وابتدينا نعمل له الحوائط بقى اللي هي قواعد، نتكلم في تقنيات اللي هي بقيه البناء اللي تخلي الحوار بتاعنا باذن الله يبقى حوار ايجابي. اول حاجه، لا تقاطع اثناء الحديث بل اطلب منه ان يحكي لك اكثر. دلوقتي بسم الله ما شاء الله كل برامج التوك شو في التلفزيون مع كل الناس بتتكلم في نفس الوقت، محدش يعني محدش بيدي التاني فرصة ان هو يتنفس، كل واحد بيتكلم ويعلي واللي صوته اعلى هو اللي هينجح، هو اللي هيتسمع. ده طبعا حاجة سلبية جدا، فمهم جدا ان انا ادي اللي قدامي فرصة ان هو يقعد يتكلم براحته. وبالعكس ده هو يعني لما يبتدي يقول نقطة هديله هخليه لا احكي لي اكتر علشان افهم وجهة نظره، عشان اخليه يشعر بالارتياح وان هو قال كل اللي عنده، وعلشان لما اجي ارد خلاص يعني استوفى كل النقاط اللي كانت عنده، فابتدي اقدر انا ارد عليه يبقى عنده استعداد وتقبل ان هو يسمع من الرد بتاعي. استاذ صادق الصوت مش واضح، انا والله بحاول يعني اعلي اكتر حاجة عندي، مش عارفة حضرتك كده واضح كده الصوت بالنسبة لحضرتك. أستاذ أحمد، تمام. طيب كتير من المشاكل بتحصل نتيجة سوء الفهم. أنا كنت بقول حاجة معينة، اللي بيتكلم معايا فهمها بطريقة تانية، راح رادد على الفهم الخاطئ اللي هو فهمه، اتحول الموضوع لخناقة. طب نتجنب المشكلة دي إزاي؟ إنه أنا بتكلم مع حد بعد ما يخلص كل فقرة، لو أنا حسيت كده بسوء في الكلام اللي هو قاله، او ان انا مش قادره ادرك ان هو عايز يقول ايه بالظبط، احاول الخص كلامه: انت تقصد كذا وكذا. يبقى لما هلخص كلامه هو هيتفق معايا، هكسب حاجتين: اولا ان انا وهو عندنا نفس الفهم، انا ما فهمتوش بطريقه خاطئه. دي نمره واحد. نمره اتنين، لما اقول له يعني انت تقصد كذا وكذا، فهو يقول ايوه نعم، يعني هو حاسس ان احنا خلاص بقت في حاجه مشتركه ما بيننا، انا اديته حته كده ان ايوه احنا متفقين على حاجه حتى لو الموضوع كله احنا مختلفين فيه. ثلاثة، حاول أن تتوافق مع حالة المتحدث النفسية. يعني إيه؟ يعني ما تبقاش أنت واقف واللي بتتكلم معاه قاعد، أو العكس، ما تبقاش حد بيتكلم معاك بمنتهى الحيوية والنشاط والحماس وصوت عالي وبيحرك إيديه ومتحمس جدا، وأنت بتتكلم معاه وبترد عليه بمنتهى الهدوء. هيحصل إيه؟
مش هيقدر يتقبل، يعني مش هيستحمل. دي الجزئية دي طبعا دي أنماط الشخصيات، إن شاء الله ممكن نبقى نفرد لها محاضرة تانية خاصة بأنماط الشخصيات وإزاي إن إحنا نتعامل مع كل شخصية، ولكن كده بسرعة إحنا بنحاول نعرض لها دلوقتي في وسط المحاضرة، إنه أحاول أشوف طريقة اللي قدامي. هو لو حد قاعد مثلا على كنبة ومستريح كده وفارد ظهره وقاعد بيشعر بأريحية شديدة وهو بيتكلم، ما بقاش أنا قاعدة كده على إيه، على طرف الكرسي ومتنشنة، أقعد بنفس الطريقة. لو حد بطيء بيتكلم بالراحة جدا كلامه كده هادي، ما بقاش أنا أسرع أوي، أظبط التون كلامي مع تون اللي قدامي، أحاول أتوافق معاه. تمام. النقطة اللي بعد كده، استخدام الإيماءات والأصوات المعتادة الدالة على استماعك للآخرين. يعني طول ما اللي بيتكلم معايا كله هو بيتكلم، أنا عمال كل شوية آه تمام، حسسه ان انا مهتمه بيه وان انا كذا، مش ان انا سرحانه مثلا في اي حاجه بقى ومستنيه بس يخلص اللي هو بيقوله ده عشان اقوم اشوف اللي ورايا. يبقى ايه كل شويه اوكي ايوه تمام كمل، ده بيحسسه ان انا مهتميه باللي هو بيقوله. النقطه اللي بعد كده، استخدم اسم من تحاوره. دي من حاجات مهمه قوي، وسبحان الله لسه كنا يعني بتكلم في الموضوع ده قريب، ليه صديقه ليا هي مدرسه في مدرسه حكومه. طبعا انتوا عارفين مدارس الحكومه بسم الله ما شاء الله الفصل بيبقى فيه يعني اكتر من 50 طالب. فبتقول لي ان الحاجات اللي بتفرق جدا فعلا مع التلاميذ بتاعها ان تحاول بقدر المستطاع ان تحفظ اساميهم. مجرد ما قالت وهي في وسط الشرح، مجرد ما قالت اتكلمت مع يعني ندهت على حد فيهم باسمه وقالت له فاهم يا فلان، هو قال لها ايه ده معقوله يا ميس انت حافظه اسمي انت عارفه اسمي، يعني هو شعر بسعاده شديده ان هي بس عارفه اسمه. فانا لو بتكلم مع اكتر من شخص ولقيت حد فيهم شارق روش معايا، كفايه قوي ان انا استخدم اسمه في وسط الكلام عشان اشده ليا او ارجعه للاهتمام، او حتى لو انا بتكلم احنا اتنين او شخصين بس مع بعض، انما يعني انا عايز اكلمك يا فلان في الموضوع الفلاني كل شويه وانا بتكلم، واخد بالك يا فلان متفق معايا، واخده بالك يا فلانه. استخدام اسم اللي بيحاولني بيحسسه ان انا كده ايه بهميته، ان انا مهتميه بيه. النقطة اللي بعد كده بقى مهمة جدا، خاصة بالنسبة للأمهات، لو في يعني في وسط الحضور بقى هنا الأمهات والأبهات، حد عنده أطفال لأن بتسبب مشاكل كتيرة قوي لأولادنا، إن أنا أفرق ما بين الشخص وسلوكه. لا تنتقد الشخص ولكن السلوك. أنا ابني عمل مصيبة سودة، عمل مشكلة كبيرة جدا، ما أقولوش مثلا عمل الهومور بتاعه كله عامله غلط، اصل انت غبي، اصل انت مش عارف ايه، اصل انت، لا كده هفقده ثقته في نفسه، وكده هو مش هيبقى متقبل ومش عايز يكمل، وهتبقى المشكله هتكبر جدا. انما ايه المساله دي متكروته، المساله دي ما اتحلتش صح، المساله دي كانت محتاجه يبقى هو زي الفل، يعني ابني كويس جدا وبيركز وما عملش حاجه، انما المشكله كلها في المساله، المساله هي اللي ما اتحلتش صح. انا فصلت يبقى انا كده هو متقبل مني النقد، لان انا ما بقولوش انت اللي وحش، انما بقول له حل الواجب ده هو اللي وحش، يبقى هيقدر يتقبل مني النقد ده وهيقعد يركز، اصل المساله دي متكروته عشان كذا كذا، فهو مش حاسس ان الموضوع بيهينه هو اهانه شخصيه، فهيقدر يتقبل النقد بتاعي ويقدر ان هو يقعد بعد كده يركز مره تانية علشان يعمل الواجب بطريقه احسن. مهمه قوي 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 النقطه ديت، يعني ان انا دايما افرق ما بين الشخص وسلوكه. انا مختلفه مع بنت عمتي، هي ليها آراء معينة وأنا مختلفة معها، أنا مختلفة مع آرائها. هي بنت عمتي شخصية محترمة، إحنا طول عمرنا بنحب بعض وإحنا كويسين مع بعض، ولكن آرائها في الموضوع الفلاني أنا مش راضية عنها. يبقى أنا نفسيا كده حسيت إن أنا إيه مش بكرهها هي، أنا ما كرهتهاش، إحنا علاقتنا زي ببعض ما زالت سوية وما زال في صلة رحم وعلاقتنا، إنما إحنا مختلفين في آرائنا حوالين الموضوع الفلاني. تمام؟ النقطة اللي بعد كده، امدح محاورك. كل طول ما اللي بيتحاور معاك كل الكلام اي جزئيه قالها كويسه اقول له اه تمام معاك حق برافو، امدح محاورك قول له كلام كويس، بدل ما تبقى عمال كده تخبط فيه اللي هو مستني اي حاجه عشان تديله كلمتين في عظامه، بقى بالعكس امدح، يعني اي حاجه كويسه يقولها امدحها. قم بضرب الامثال، يعني ربنا سبحانه وتعالى في القران كتير قوي هنلاقي الامثال في القرآن، وكتير الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيلجأ لضرب الأمثال في السنة. في سورة الزمر ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فكتير جدا هنلاقي في القرآن فيه أمثال،
والرسول عليه السلام كتير كان بيرجع للضرب المثل والإشارة، إن هو ممكن يعمل إشارات معينة. طب إيه أهمية ضرب الأمثال؟ إنها بتوضح الكلام، بدل ما هي ممكن يبقى مفهوم غامض، بدل ما يبقى كلام عام، هو بيوضح، بيرسم صورة ذهنية كده قدام المستمع، بيعملها له، بيربطها له بصورة، فبيوضح وبيقرب، بيقرب الحاجة البعيدة، بيوضح الغامض ويقرب البعيد، وبيبرز المعاني في صورة مجسمة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول لك أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ويشير بإصبعيه إيه السبابة والإبهام. هو كده المثل دوت هيفضل، احنا كلنا عارفين صورة، ان احنا متخيلين كده كلنا دلوقتي صورة الصباعين السبابة والإبهام وهم جنب بعض، وعارفين ان دوت ايه، بيدل على علاقة اليتيم بكافل اليتيم. المثل ده خلى الصورة ديت قربتها في ذهننا قد ايه الثواب ان شاء الله، وقد ايه قد ايه يعني ثواب اللي يعمل اللي يكفل اليتيم. الجزء ده بالنسبة لتقنيات الحوار، حد يحب يسأل فيه عن اي حاجة قبل ما ننتقل لجزئية تانية؟ الجزء ده التقنيات واضح ولا في أسئلة؟ طب أسأل أنا؟ طيب حد يقول لي، طيب إيه بقى بسرعة، إحنا اتكلمنا عن 8 نقاط، عن 8 تقنيات من تقنيات الحوار، حد بسرعة كده راجع مع بعض عشان نصحصح كده كلنا مع بعض، عايزاكم تكتبوا عشان نبقى إيه كلنا كده ما نسرحش. حد يفكرني بقى 8 نقاط دول إيه اللي هو فاكره منهم؟ دلوقتي عايز اتكلم عن شبكات التواصل الاجتماعي واثارها في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. عايز اعرف رايكم في الاول، انتوا ايه رايكم في الفيسبوك وتويتر يعني شبكات التواصل عموما في الظروف، الازمه السياسيه اللي احنا فيها، الظروف السياسيه، هل انتوا شايفين ان هي حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه؟ هل اثارها ايه على المجتمع في رايكم؟ سلاح ذو حدين، جميل. دمار شامل ما لم يستخدم بغرض نبيل، ممكن استفاد منه جدا زي الآن، وممكن يضر، إيجابية لمن يستخدمها صح. إيه كمان؟ بصراحة أكتر حاجة بيضيع الوقت، سلبية لمن ليس ليه أدب الحوار. تمام. هو طبعا شبكات التواصل الاجتماعي كان مثلا وقت ثورة 25 يناير كان ليها دور إيجابي كبير وهايل، وهي أسهمت في الثورة بشكل كبير جدا، وهي زي ما أستاذ مصطفى بيقول سلاح ذو حدين، هي فعلا سلاح ذو حدين، هي ليها إيجابيات وليها سلبيات، وإيجابياتها كتيرة جدا في إن الناس تتواصل مع بعضيها، وإن إحنا نقدر نتبادل المعلومات، ونقدر نعقد اتفاقات ما بيننا، ونقدر كل مجموعة، لو أنا مش لاقي حد في بيتي من نفس رأيي، كان أقدر يبقى في مجموعة حتى على الفيسبوك كلهم ليهم نفس الانتماءات، ليهم نفس الأفكار، أقعد أفضفض معاهم، ده كله هايل. ولكن في الفترة الأخيرة سبحان الله، يعني حتى الإحصائيات الفيسبوك لاحظوا انه في نسبة الناس اللي بتعمل unfriend، اللي بتشيل القرايب، كتير حذف القرايب من قوائم الناس اللي بتحسب من قائمة الأقارب بتاعتها، بس واللي بيعملوا بلوك لأصدقائهم كتير قوي في الفترة الأخيرة. مع الأسف في الفترة الأخيرة ديت السلبيات بقت كتيرة جدا، وده محتاج مننا يعني محتاج تركيز شوية. وزي ما حد بيقول لي اكتر حاجه بتضيع الوقت، هو طبعا هو ممكن يبقى حاجه جميله ومفيده لو مقننه، لو انا عارفه اهدافي، لو انا حاطه لنفسي هدف، لو انا عارفه زي استاذ غدا ما بتقول اداب الحوار، لو انا عارفه انا عايزه اوصل لايه، وكل حاجه انا داخله بتكلم فيها ببقى عارفه في انهي ميزان، انهي كفتي، في ميزان حسناتي ولا سيئاتي. طيب الفتره الاخيره لاحظنا كتير جدا زي ما بنقول ايه، انه ناس كتير جدا عملوا بلوك لبعض وشالوا بعض طب ده ليه؟ الفيسبوك اساسا كوسيله حوار هو وسيله جافه، وده نظرا لان هو بيفتقر، هو مجرد تكست، يعني مجرد ايه شاتنج، مجرد كلام بيتكتب، فده بيفتقر الى تعبيرات الوجه ونبره الصوت وبقيه يعني البادي لانجوج، وبالتالي عشان كده حتى الفيسبوك عاملين فيه السمايلز والستيكرز علشان ان انا ابقى ببين اللي قدامي انا بهزر، انا بضحك، ولا انا متنرفز. هو وسيله في الاخر جافه. علشان كده احنا لازم نكون حذرين، بالذات في الفتره اللي احنا فيها دي، عشان ما نخسرش اهلنا، عشان ما نخسرش اصحابنا، لازم نكون حذرين في التعامل مع الاداه دي. طب نعمل ايه؟ المجتمع بطريقه رهيبه، ده حقيقه. طيب احنا ما احنا مع بعض دلوقتي عشان نحاول نشوف
نحل ده ازاي؟ يعني انا لما يبقى الانشقاق ده بيني وبين اخويا، ولا بيني وبين عمي او والدي او ابني، ما اقدرش اقول بقى في انشقاق واسكت، فانا لازم ادور على حل، لانه قرايبي دول هيفضلوا قرايبي، واخواتي واهلي هيفضلوا اخواتي واهلي، وانا مأمورة بصلة الرحم. فانا اتكلمت، انا ليا راي وهم ليهم راي مختلف عني، وكل ما بحط بوست بنتخانق مع بعضينا، ويردوا عليا وبرد عليهم، ومرة واثنين وثلاثة وعشرة، لا عرفت اقنعهم ولا عرفوا يقنعوني. طب وبعدين؟ ما هو مش من الحكمة ان احنا نفضل كده. ما هو انا يعني انا لا مصرة ان انا اقنعهم، وهم مصرين ان هم يقنعوني، وكل مرة بنتخانق، ولحد ما في الاخر خلاص بيبقى قطيعة رحم، او بنشيل بعض من القوائم بتاعتنا. لا احنا عايزين نحل الموضوع دوت. من ضمن الافكار، الفيسبوك فيه حاجه لطيفه قوي ممكن نستعملها، موضوع الليست. انا خلاص ليا اتنين تلاته مثلا، او ليا ناس معينين في قرايبي مختلفين عني، وانا عارفه ان انا حاولت اقنعهم كتير برايي، وهم حاولوا كتير يقنعوني برايهم، محدش فينا عارف يقنع التاني، بس وكلامهم بيضايقني وكلامي بيضايقهم. خلاص مش لازم اشير، يعني ممكن احطهم في قائمه. انا بختار في الفيسبوك لما باجي اعمل شير، انا عايزه مين اللي يشوف الكلام دوت. ممكن اقسم القوائم بتاعتي لقوائم المختلفين معايا، ومش على صفحات دينيه تبعت لي كل يوم حديث. هو ليه ايجابيات انا ما اقدرش انكرها. يبقى احنا زي ما بنقول كده، انه لو انا ليا ناس معينين في قرايبي، انا حريصه ان انا علاقتي بيهم، في بيني وبينهم صله رحم، وخلاص وصلنا لمرحله لا هم هيقتنعوا برايي ولا انا هقتنع برايهم. مش بالضرورة ان انا كل بوست احطه وهم يشوفوه فنقعد نتخانق، ممكن احطهم كده في لستة معينة وابتدي اشوف هم دول العيلة، دول قرايبي، طب ايه المشترك بيني وبينهم؟ احنا بنتجمع كل يوم جمعة في بيت الجدة مثلا، فابتدي احط اخبار العيلة، صور الولاد، صورنا واحنا صغيرين في بيت جدتنا، ابتدي اشوف ايه الحاجات المشتركة ما بيني وما بينهم، وهي دي اللي هتكلم معاهم فيها وخلاص. مش بالضرورة بقى افرض عليهم ارائي السياسية. ليا قائمة زمايلي في العمل كلهم مثلا، هم في اليوم رأي وأنا ليا رأي، واتكلمنا مع بعض كتير، والحوارات غالبا بتقلب بمشاكل في الآخر، مش هنقنع بعض. خلاص أحطهم في جروب معين وأبتدي أتبادل معاهم أخبار العمل. كلنا مثلا بنشتغل مهندسين، ولا بنشتغل في مجال معين، يبقى نتداول مع بعض الأخبار اللي تخص المجال اللي احنا بنعمل فيه، من باب التوفير يعني، بدل المكالمة أو الزيارة. وبالتالي خلاص يبقى انا اهرب منه، اصل في الاول ومش هنفضل الحوارات مش هتفضل سخنه كده الى الابد. فانا ممكن امرر الفتره ديت ان انا مش لازم كل بوست بشيره كل الناس تشوفه، انا بنتقي مين البوست دوت يخص مين، مين اللي يعنيني ان هو يشوفه، ده هيريحني بجزء كبير. ولو حد تاني ممكن يكون حد مختلف معايا في الراي، لكن بقدر اعمل بيني وبينه حوار ناجح بيتقبل الراي الاخر، لعل وعسى افضل ابعت له بوستات لعل وعسى انه يعني ايه يقتنع بكلامي في وقت من الاوقات. المؤمن كيس فطر. طيب وفي هنبتدي نتكلم بقى عن بعض كده ايه تقنيات في الحوار على الفيسبوك. اول حاجه الموضوعيه والحذر من اتباع الهوى. يعني سبحان الله، اي لو انت مشترك في اي بيج ممكن تلاقي تلاقي صورة معينة محطوطة وتحتيها كلام تاني خالص. يبقى أنا هحاول أشغل يعني ملغيش عقلي، الصورة دي محطوطة وتحتيها كلام، بس الكلام أنا لما هركز هلاقي إن الكلام ما بينطبقش على الصورة اللي هما بيقولوه، يبقى أي حاجة أي حد هيقول لي أي حاجة هصدقها. هحاول دايما أكون موضوعية في حكمي على أي مقال، على أي صورة، على أي موقف. تلاقي نفس الموقف سبحان الله حصل، الفريق ده بيعلق عليه بطريقه، الفريق التاني بيعلق عليه بطريقه تانيه خالص، مع انه نفس الحدث. طب انا مش هدي عقلي لحد، انا هحلل كده بشكل موضوعي من خلال هشوف الفيديو اللي بيتعرض قدامي وهركز فيه، او هشوف الصوره وهركز فيها، ماليش دعوه بالتعليقات، هلغي التعليقات وهركز في الايه في حكمي انا، لان ممكن التعليقات تكون مش سليمه، يكون حد عايز يشدني في طريق والطريق ده مش مظبوط. فهو ما دام في تواصل فمن الممكن يبقى في اقناع، واقتناع برضه جميل. ما هو ده الاساس. انما انا ليه انا بقول الكلام اللي فات ده، يعني لو تاخد بالك يا استاذ مصطفى، انه انا بقول انا وقرايبي اتكلمنا في نقطه معينه مره واثنين وثلاثه، وكل مره بيحصل مشكله، كل مره في الاخر بنتخانق. طب انا خلاص مش مضطريه، انا عرفت خلاص بقى عندي يقين ان انا كل ما هقعد كده اتكلم معاهم في الموضوع ده هم هيزدادوا قناعه برايهم، وانا كمان
نفس الحكايه، او مش هنوصل لحل. فمش بالضروره ان احنا كل يوم بقى، مش زي الدواء الصبح والظهر وبالليل هنقعد نتكلم. فخلاص يعني انا عارفه رايهم، خلي بقى احتفظ بارائي دي، الناس تانيين يكون عندهم استعداد يتقبله. الاهم بالنسبه لي مع الناس دول ان انا احافظ على صله رحمي بيهم. النقطة اللي بعد كده، عدم نقل أي خبر دون التأكد من صحته. يعني سبحان الله، على الفيسبوك الأخبار كل جزء من الثانية كم مرعب من الأخبار، وكله بيبص، وكل طالما على هوايا طالما عجبني شير. دي حاجة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. أنا قبل، مهما كان الخبر يبدو مهم، مهما يكون شكله الخبر غريب جدا وهيهم أصدقائي كلهم، أنا مش هدوس على شير الا لما ابقى اتاكد من صحه الخبر، ولازم يبقى معايا الدليل قبل ما اقول اي حاجه. ده فلان قال كذا، ده فلان ناوي يعمل كذا، ده حصل كذا. دليلي فين؟ في فيديو، في حاجه موثوق فيها، صفحه موثوق فيها هي اللي شارحه. انما ما يبقاش مجرد كلام مرسل وصلنا من مصدر موثوق منه، قال قيل، كل ده كلام مرسل انا ما شاركش فيه، ما شيرهوش، انا قراته وخلاص همرره كاني ما شفتوش لحد ما يثبت لي صحته. في نقطة الخبر دي بصراحة مهمة جدا، دي سبحان الله يعني لأنه قد كده كتر قوي، كتر قوي. كل تبص تلاقي كمان الحاجة بتنتشر، وكل الناس يعني حاجة تطلع وتلاقيها على الفيسبوك كل الناس مشيرينها. طب انتوا اتأكدتوا من صحتها؟ طب انتوا جبتوا المعلومة دي منين؟ وبالمناسبة أحب إيه يعني، خلينا بقى بالمرة كده نعدي على حاجة معينة بعيدا عن السياسة، عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. بتلاقي الناس اللي عايزة تاخد الثواب، تبص حد يبعت لي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام جميل قوي، بعديه اقوم انا عشان عايز اخد الثواب اروح على طول دايس شير. معظم الحاجات اللي على الفيسبوك بتبقى حاجات مش سليمه، خلوا بالكم الموضوع ده فيه خطوره شديده، ان انا انقل كلام عن لسان الرسول عليه الصلاه والسلام من غير ما اتاكد من صحته. ينبغي عليا من الاول ان انا اخش، قبل ما احاول اشير اي حديث، ان انا اخش اتاكد من صحته. تمام يا استاذ مصطفى، ممكن يكون حديث مكذوب او ضعيف في مواقع زي مثلا الدرر السنيه او ملتقى اهل الحديث، ممكن اخش اكتب جزء من الحديث كده، جزء مميز عليه، وهيطلع لي يقول لي الحديث ده حديث صحيح ولا حديث ضعيف. اكون حذره، سواء حديث او خبر او اي حاجه يبقى معايا دليلي، ما شاركش في ان انا انشر اي معلومه من غير ما اتاكد من صحتها. ونمره 3، تذكر ان الله رقيب، الله رقيبي، الله شاهدي، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عديد. البوست اللي انا حطاه ده، الحاجه اللي انا بعملها شير دي، في انهي ميزان؟ دي هتزيدني، هتقربني من الله، ولا في سيئاتي؟ يعني سبحان الله، على الفيسبوك ممكن يبقى ليا اي اسم، اسم حقيقي، اسم مستعار، ممكن اخش على اي صفحه حد الناس تعرفني او ما تعرفنيش فيها واكتب اي كلام. على الفيسبوك بتختفي الاسماء والاشخاص والاشكال، وتبقى الاخلاق، اللي بيبان مني اخلاقي. فابقى فاكره لو انا، لو انا داخله في اي حد محدش يعرفني بس ربنا شايفني، الكلام اللي انا بقوله دوت ده هيوديني فين؟ يا ترى الساعه ولا الساعتين ولا نص ساعه اللي انا قعدتها على الفيسبوك دي ارتفعت بيا درجه ولا نزلتني 70 درجه؟ يا ترى انا كنت قاعده بس علشان انا عندي رساله عايزه اوصلها، عايزه اعرف الناس حقائق معينه وليا هدف، ولا انا قاعده مجرد بروح عن نفسي، ولا قاعده كده واخدت سيئات كتير جدا في الاخر وقمت بيها؟ جميل يا استاذه غاده، الهدف الرئيسي منه هو المزيد من كسب الحسنات، ده الاصل. انما سبحان الله مع الاسف كم الالفاظ البذيئه والشتايم، يعني الناس بتحس كانه على الفيسبوك وهم مش شايفين بعض يبقى خلاص بيطلقوا لنفسهم العنان، انه يعني بقى موقف مؤسف جدا، وهم متخيلين ان هو مجرد كلام فرض مجالس، ومجرد ان هم بيفشوا غلهم وبيقولوا اللي هم عندهم، مش عارفين كم السيئات اللي الواحد ممكن يقعد نص ساعه يقوم على ظهره جبل من السيئات. فمهم جدا ان انا اراجع نفسي قبل كل حرف، قبل اي كلمه انا بقولها اراجع نفسي واشوف الكلمه دي هل هتزودني، هتقربني من ربنا، ولا هتبعدني؟ هل هي انا حتى لو لغو، حتى لو قاعده بنزل صورة لأولادي، هل هو لهو بريء؟ هل هو حاجة بهدف إن أنا بعد شوية أقدر أقوم أكمل اللي ورايا، أشوف شغلي، أشوف شغل بيتي، أشوف مذاكرتي،
ولا حاجة هتضيع، هبقى قعدت نص ساعة وشلت فيها سيئات على دماغي قد كده. المراقبة، المراقبة، أنا يعني طول ما أنا حاسة إن الله يعني الله ناظري، هتردد 1000 مرة قبل ما أعمل أي شير أو قبل ما أحط أي بوست وأنا وأقول أي معلومة أنا مش متأكدة منها، وقبل ما أنا ممكن أختلف مع الأشخاص وممكن حتى أكرههم وأكره أفعالهم، بس ليه أشتم؟ ليه أشتم يعني؟ يعني ما يعني المؤمن ما ليس بفحاش ولا لعان، كل لفظ هقوله بالعكس انا كده بنتقص من حسناتي وبزود من حسنات الشخص اللي انا بكرهه ده. في النهايه بعد فتره من الزمن كل الامور دي هتحسم، يعني انا دلوقتي يمكن احنا في ذروه الاحداث، يمكن دلوقتي خلاص في فوران وكلنا الناس اعصابها تعبانه والفريق ده مش طايق الفريق التاني انما انا لما الاقي نفسي ان انا في ذروه الاحداث وان انا اعصابي تعبانه ومش قادره ومش مستحمله الناس اللي قدامي، افكر نفسي بحاجه واحده، ان بعد فتره من الزمن هتتحسم كل الامور. هتتحسم ازاي؟ مش الله اعلم، يعني هتتحسم بنتيجه ايجابيه ولا بنتيجه سلبيه بغض النظر، ولكن هتحسم. يعني هيحصل انتخابات، حد هيمسك، حد هيرجع، حد بغض النظر، ولكن هتحسم في الاخر. طبعا يعني نسال الله العظيم ان يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن يولي علينا من يصلح ويصلح. في الآخر بعد فترة من الوقت لما هيستتب الأمر، احنا في الوقت في مرحلة الأمر مش مستتب، ولكن بعد شوية لما هيستتب الأمر وهيبقى فيه خلاص يعني كل حاجة هتستقر، المخطئ هيعرف غلطه، واللي كان محق هيحمد ربنا، هو يعرف ان هو كان في الصف اللي كان على حق، فهيزداد يقينا ان هو كان صح، واللي كان على غلط هيعرف ان هو كان غلطان. فمش مستاهله بقى ان انا اخسر واتي، مش مستاهله ان انا وبنت خالتي نبقى متخانقين مع بعض، مش مستاهله. هي كده ولا سواء هي على حق ولا غلطانه، هي هتعرف بعد شويه او انا هعرف بعد شويه مين فينا اللي كان صح. احنا اصلا لازم نتغير للافضل اكيد. يعني بصي يا استاذ مصطفى، يعني كلنا بنحاول نصلح من نفسنا، ولكن اللي انا بقوله ان في الاخر هي فتره وهتعدي. المهم ان انا ما اطلعش من الفتره ديت وانا مقطع والدي او مقطع والدتي او مقطع اخواتي، ده مهم بالنسبه لي جدا. انا شايفه نفسي على حق، خلاص يا ربنا يا رب، يعني كلنا نوحد الدعاء ربنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ولو انا شايفه ان انا صح واخويا ولا والدي هو اللي مخطئ، خلاص بعد شويه اللي فينا غلطان ربنا يعني لما الامر يستتب اللي كان مخطئ فينا هيكتشف. يبقى احنا نرجع نراجع مع بعض كده تاني. احنا اتكلمنا عن فوائد الحوار الناجح، واتكلمنا عن اصوله وقواعد الحوار الناجح وتقنياته، وبعدين اتكلمنا عن شبكات التواصل الاجتماعي. في اي جزء، اي حاجة، اي سؤال في الجزء اللي فات دوت؟ حد يحب يسأل على اي حاجة ولا ننتقل للجزئية اللي بعد كده؟ واياكي جزانا واياكي. طب دلوقتي هنخش على معوقات الحوار. ايه الحاجات اللي بتقود الحوار بتاعنا لانه يبقى حوار سلبي او ممكن يتحول الى مشكلة؟ ايه الاسباب اللي بتخلي الحوار يفشل؟ طيب خلينا برضو ايه ناخد مع بعضينا رأينا كده، يعني رأي بعض، عايز اعرف برضو انتوا رأيكم ايه. ايه الحاجات اللي بتسبب فشل الحوار؟ هي أهم معوقات الحوار. التشبث بالرأي. جميل. التشبث بالرأي لما الإنسان يكون مكتشف إنه رأيه ده غلط، بس هو يجبر عليه، يصعب عليه إن هو يطلع قدام الناس غلطان، فيفضل مصر على رأيه لمجرد إنه أنا ما بقاش غلطانة في وسط الناس. انما لو انا شايفه ما زلت مقتنع ان انا صح، ما مش غلط ان انا اتشبث برايي لو انا شايفه ان هو رايي ده هو الصواب. اللهجه الصارمه ذات الحده. جميل يا استاذه غاده. النقاش من اجل الجدال فقط. ساعات واحد كده يقعد في وسط قاعده كده ايه، يلاقي الناس كلهم بيتكلموا في اتجاه معين، فيقوم يبقى عايز يبين نفسه ان هو انا الفاكهه بتاعت القعده دي زي ما بيقولوا، فاما لازم اطلع بحاجه مختلفه كده عشان كلهم يتشدوا، عشان كلهم يبصوا لي يهتموا باللي انا بقوله. الاستعراض. جميل استاذ احمد. الحكم على الناس قبل ما اسمعهم، الاحكام المسبقه، ان انا اصدر احكام على الناس واديهمش فرصه يتكلموا، عدم الاخلاص. دي نقطه مهمه جدا استاذه نجلاء، انه لو الاخلاص مش موجود في الاول
خلاص بقى، مهما كنت عندي تقنيات ومهما قعدت اركز واتبعت كل الكلام اللي فات دوت، لو مفيش الاخلاص هيبقى هتبوظ مني كل حاجه. هو اهم حاجه في الحوار، زي يعني استاذه نجلاء ربنا يبارك لك ما بتقولي، الاخلاص، عدم الانصات. جميل، عدم الانصات. انا مش مهتميه بال ان انا مش مركز، مش بحاول اسمع. احنا يعني غالبا لو استرجعنا مع بعض النقاط اللي فاتت كلها في المحاضره هنلاقي ان عكسها هو اللي بيؤدي لفشل الحوار. عدم فهم نفسيه من احاوره. جميل، عدم الالمام بالمعلومات الكافيه عن الموضوع. تمام يا استاذ احمد، زي ما قلنا من شويه انه قد يكون يعني القضيه ناجحه والمحامي فاشل فيخسر القضيه. عدم احترام الطرف الاخر او الاستهزاء بيه، طبعا دي نقطه مهمه جدا. طيب خلونا برضو ايه نقول مع نتعرض مع بعض لمجموعه من النقاط. نمره واحد، الاصرار على اثبات صواب وجهه نظرك مهما كان الثمن. انا ما اطلعش غلطانه، ما يبقوش هم اللي غلبوني، ما اطلعش مغلوبه، ما يبقوش هم كده الثلاثه بيتكلموا معايا واطلع انا اللي غلطانه، لا انا هطلع صح غصب عنهم، مش مشكله، ما يبقاش شكلي اتهزمت كده قدامهم. هو هنا الكبر، العجب، انا ما اتهزمش. دي من اهم الاسباب اللي ايه ممكن تعوق الحوار. تاني حاجه، تغيير موضوع الحديث. فاكرين احنا اتكلمنا عليها من شويه ان احنا لو الهدف مش محدد من الاول، فلاقي نفسي طلعت من نقطه لنقطه لنقطه وما وصلتش لحاجه خالص في الاخر. بالعكس، وصلت المشكله هنا وسبت مشكله، تعرضت لاربع نقاط وسبت ورايا اربع مشاكل. يبقى انا عندي نقطه معينه حديث بتكلم في موضوع معين، اخلي لازم الهدف يكون واضح علشان ما الاقيش نفسي اتشتت ورحت منطقه تانيه بعيده انا ما كنتش عايزاها خالص، وهتدخلني في منطقه شائكه انا مش محتاجه لها دلوقتي. عدم القدره على الاستماع، وده اللي بقى بسم الله ما شاء الله على طول، افتحوا التلفزيون دلوقتي هتلاقوه يعني شغال طول الوقت زي الفل، محدش بيسمع التاني، محدش يعني الناس كلها برامج، يعني هم بقى بيتعمدوا برامج التوك شو ان هم يجيبوا مجموعه من الناس تحس ان كل واحد فيهم شايل سكينه للتاني، محدش عايز يسمع التاني، كل واحد بس بيعلي صوته عشان يفرض، يعلي ايه، كل اللي يعلي اكتر اللي هيصرخ اكتر هو اللي هيتسمع، هو اللي هينجح، هو اللي هيفشل. ده طبعا حاجة يعني سيئة تماما، يعني من سبب رئيسي يعوق الحوار. عدم تقدير أستاذة نجلاء، عدم تقدير مستوى عقلية من أحاوره. طبعا يعني إيه مهم جدا إنه أخاطب كل شخص قدامي على مستوى قدراته، على مستوى عقله. اكيد الطريقه اللي انا هتكلم بيها مع حد من زمايلي في العمل غير اللي هتكلم بيها مع الست اللي بتساعدني في البيت، غير اللي هتكلم بيها مع ابني الصغير. المقاطعه، عايز يعني لو عايزين روشته ازاي تعملوا افشل حوار في الدنيا، عايز اللي قدامك يتنرفز ويقول مصيبك فورا، ما تخليهوش يكمل جمله، كل ما يبتدي جمله روح ما ده قطعه فيها، كل ما يقول يجي يقول حاجه اخش في النص. المقاطعه من اهم اسباب فشل الحوار برضه. خمسة، العصبية، الصوت العالي، يعني قول أعظم كلام في الدنيا مهما هتقول، قول أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم، بس علي صوتك وتنرفز خلاص هيتنفر اللي قدامك منك. يعني مهما كان الكلام، مهما كان معاك الحق، مهما كان الكلام اللي انت بتقوله جميل ومنطقي، ولكن طريقتك وأسلوبك ودرجة صوتك هي اللي هتأدي ان اللي قدامك يحترمك ويسمعك، ولا ينفر منك ويبقى بس يعني ايه عايز على طول بس ان هو يثبت لك ان اللي انت بتقوله ده غلط، مش ان هو يسمع منك. النقطه اللي بعد كده، عدم النظر للمتحدث. من اكتر الحاجات اللي ممكن تضايق الواحد انه اكون مثلا قاعده بتكلم مع حد وهو قاعد مشغل التلفزيون وماسك الريموت في ايده وعمال يقلب في القنوات. يعني خلاص، ما هو كده مفيش، انا لو بحترم اللي قدامي فعلا، ابسط شيء ان انا بلتفت بكل ايه، بكل جسمي مش بعيني بس، حتى يعني لما التفت بكل جسمي كده الاتجاه للشخص اللي بيكلمني، ده هيشعره بان انا قد ايه انا بحترمه، قد ايه انا مهتمه بكلامه. انما هو حد قدامي عمال يتكلم وانا عماله بعمل حاجه وبتفرج على التلفزيون مثلا، خلاص يبقى هو يعني انا مش محترمه، مش مهتمه، اكيد هتعصب. التقليل من شأن محاورك، اصل انت مش فاهم حاجه، اصل انت مغيب، اصل انتوا مضحوك عليكم، انتوا طيبين بس انتم هبل، دخل يعني انا طالما قللت من شأنه كده عمره ما هيتقبل مني حاجه بعد كده. تأكد تماما انه ايه، لو انت شايف اللي قدامك انه ده مغيب ومضحوك عليه، هو كمان شايفك بنفس الطريقه. لو انا هكلمه باحترام وهحترم من شأنه وهحترم افكاره، هو كمان حتى
لو مش مقتنع بأفكاري بس هيبادلني الاحترام دوت. عدم تقدير الوقت المناسب لإنهاء الحوار، ودي أهم النقاط على الإطلاق. إحنا زي ما قلنا من شوية وهرجع كده كل شوية تاني، هرجع أقول كده، الكيس من دانا نفسه. أنا مش هقول أصل هي اتنرفزت عليا فأنا رحت إيه، رحت مديهم لها، لا. مهم جدا، أنا عملت كل النقاط اللي فاتت اللي اتكلمنا عليها وعملت كل القواعد وكنت حريصة جدا، ورغم ذلك وده هنتعرض له، هلاقي اللي قدامي برضو شخص هو شخص عصبي ما بيعرفش يسيطر على نفسه، رغم ان انا عملت كل التقنيات اللي احنا مرينا عليها، ولكن هو فجأة اتعصب او فجأة قرر ان هو ياخد الحوار يمشي بيه في اتجاه سلبي، او ابتدى يلجأ لالفاظ بقى بذيئة. انا اعرف امتى اتوقف، قبل ما الحوار يبتدي يتحور ان هو هيبقى خناقة او هيبقى انفعال، انا عمري ما هسيب الحوار ينتهي بشكل سلبي. انا عليا ان انا اعرف ايه النقطة اللي انا اتوقف عندها قبل ما الحوار يتصاعد لنتائج سلبية. انا جيت في لحظة معينة لقيت ان احنا خرجنا من مرحلة ان انا ممكن اقنعه او هو ممكن يقنعني، وابتدينا كده داخلين بقى ايه، سكة ان احنا اتنين منغازين من بعض وهيبتدي يبقى خناقة، لا هعرف اقف هنا. اللي قدامي وصل لمرحلة ان انا مهما بكلمه بالشياكة ومهما عمال اتكلم معاه بالراحة، لكن اللي قدامي بيقول حاجه مستفزه، خلاص متشكره ليك جدا. انا اللي قدامي انا اتضح لي في لحظه معينه هو مش هيقتنع، خلاص متشكره جدا. اعرف ان انا برضو ارجع تاني للمنطقه رقم واحد اللي احنا اتكلمنا عليها في اول محاضره، فاكرين من شويه لما قلنا ان احنا بنبتدي بمواضع الاتفاق وبنبدا بالثوابت الاول، الحاجات المشتركه ما بيننا، هروح راجع لها تاني فورا. خلاص يعني انا لقيت بقى الحوار ابتدى يتصاعد، خلاص خلينا ندعي بس ان ربنا يصلح الحال، خلينا ندعي، يعني محدش عارف الخير فين والمصلحة فين، ربنا هو اللي أعلم، خلينا يعني ندعي كلنا للبلد كده وربنا يا رب يصلح لنا الحال ويورينا الحق. أرجع تاني للمنطقة رقم واحد، ما أسيبش بقى الحوار يتصاعد. أنا وصلت لنقطة معينة أدركت فيها إن محاوري مش عايز يسمع، مش عايز ما عندوش استعداد إن هو يكمل بشكل إيجابي، يبقى أعرف أنهي أنسب نقطة أتوقف عندها. ولعل دي أهم نقطة في المحاضرة كلها، يعني لو كلنا بقت عندنا المهارة دي اللي احنا بس نعرف فيها ايه الوقت المناسب اللي انا انهي الحوار فيه وانهي بجملة كويسة ما انهوش عند، لا طب خلاص بقى كفاية كده لحد كده لو سمحتوا بقى عشان انا لازم اروح، ما انا كده مروحة واحنا من بعض، انما انا هعرف انهي. طيب اه ما انت ليك رأي وانا ليا رأي، خلينا برضه في الاخر برضه ندعي ربنا يعمل اللي فيه الخير، معلش الخير يعني ايه، ده مجرد خلاف الرأي وكلنا لينا وربنا يصلح الحال. ابتدي ارجع للمنطقة اللي احنا قلنا عليها في الاول وانهي الحوار. انا كده فضلنا مختلفين، بس انا عرفت ان ازاي ما اخليش الحوار يتطرق لمنطقة سلبية ما اعرفش اعالجها بعد كده، يتطور لمنطقة خلاص هيبقى بعد شوية انا لو استنيت، لو سكت كمان دقيقة واحدة او جملة تانية اللي قدامي هينتقل لمرحلة انا مش هعرف اسيطر عليها، يبقى دي انسب نقطة اتوقف عندها. ازاي بقى انهي الحوار بالشياكه؟ زي ما قلت ان احنا نرجع تاني للمنطقه المشتركه اللي ما بيني وما بينه، يعني خلاص بقى هو وصل هيبتدي ان هو مش عايز اسمه، مش عايز اقتنع، هبتدي ارجع تاني للحته اللي احنا كنا متفقين فيها. احنا في اول الحوار كنا متفقين في ايه؟ احنا اتنين جيران وساكنين في عماره واحده، واحنا دايما واللي احنا بسم الله ما شاء الله، يعني انت على طول انت اللي بتسالي عليا وبسال عليكي وما استغناش عنك، انت اختي ومش عارف ايه، وخلينا في الحاجات المشتركه، انت بنتي وانا امك واحنا عمرنا وهنستغنى عن بعض. ارجع تاني للحته المشتركه اللي ما بيننا، الثوابت اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، اسيب بقى خلاص نقطه الخلاف واتسحب منها وارجع، خلينا رب يدعي، انا ادعي وانت تدعي، ان شاء الله ربنا يعمل خير للبلد، ربنا يولي علينا من يصلح ويصلح، محدش عارف. دي ثوابت، يبقى هو ده الطريقه اللي انا ايه اقدر ارجع بيها بالشياكه كده، ارجع للنقطه رقم واحد وابعد خالص عن نتيجه عن ايه منطقه الخلاف او الصراع اللي قد تؤدي الى منطقه نتائج سلبيه في الاخر. طيب خلينا دلوقتي بقى ايه نحاول ناخد بعد الكلام اللي احنا قلناه الاول، لو حد عايز يسال اي سؤال قبل ما نبتدي نشوف مثال تطبيقي او نطبق على ايه مثال واقعي، حد يحب يسال اي حاجه في اللي فات؟ تمام. طيب دلوقتي خلينا نشوف حديث جميل جدا جدا للرسول عليه الصلاة والسلام، ونشوف يعني قد ايه أدب الحوار وقد ايه جمال الرسول صلى الله عليه وسلم في حواره.
الحوار ده كان حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع عتبة ابن ربيعة، مشركين في بداية الدعوة. لما الرسول عليه الصلاة والسلام قرر إن يعني لما ربنا بعث سيدنا محمد بالرسالة، فالمشركين قعدوا مع بعض وفكروا إزاي إن هم يروحوا يكلموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإزاي إن هم عايزين يردوه عن الرسالة، يردوه عن دينه، وعايزين يشوفوا أي حاجة يقنعوه بيها بحيث إن هو يبطل بقى يتكلم في موضوع الإسلام أو الدين الجديد اللي هو جاي بيه. فاختاروا مين؟ وقع اختيارهم على عتبة بن ربيعة، لأن هو يعني كانوا من أعظمهم حجة، وتصوروا إن هو إيه اللي هو هيروح يعني يتكلم مع الرسول فهيثنيه عن الدعوة. فراح عتبة للرسول ودار بينهم الحوار الآتي. خلينا نقرأ الحديث مع بعض. راح له قال له: اسمع مني، أعرض عليك أمور تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال له رسول الله: قل يا أبا الوليد. اسمع، بصوا الرسول عليه السلام أول حاجة قال له إيه؟ ما قالوش إيه يعني، فإيه قال له يا أبا الوليد بكنيته، ما قالوش باسمه، ما قالوش إيه قول يا عتبة، قال له قل يا أبا الوليد بكنيته، يعني ده احتراما وتقديرا ليه. هيبتدي يتكلم معاه عتبة بن ربيعة في مجموعة أمور، وهيعرض عليه مجموعة من العروض كلها في منتهى السخافة اللي في الدنيا. هيبتدي يقول له إيه؟ يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده، لو ده في لو ده جنان يعني، لو ده حاجة نفسية، طلبنا لك الطب. بصوا قد إيه، بصوا قد إيه مجموعة من العروض كلها أسوأ من بعضها، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنما ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. إلى نهاية كلام عتبة. كل ده والرسول عليه الصلاة والسلام ساكت، ما بيقطعوش، ما بيتكلمش خالص. حد ما خلص كلامه، فالرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه وقال له: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ بصوا بصوا الجمال، يعني كل ده والرسول عليه الصلاة والسلام ساكت، وأتصور إن هو كان مبتسم وفسابه، وفي الآخر رجع برضه بنفس كلمته، ما قامش اتعصب، ما قالش إيه اللي أنت بتقوله ده يا عتبة؟ رد إيه؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ برضه بكنيته. قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. قال إيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ يقرأ عليه آيات من سورة فصلت. حميم تنزيلا من الرحمن الرحيم، إلى إيه نهاية الآيات. سبحان الله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قرر إن هنا يعني ما ردش عليه، ما قالوش أي كلام، مع إن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام دوت تشريع لينا. يعني الرسول لو كان رد عليه بأي، وما ينطق عن الهوى، لو كان رد عليه وقال له أي كلام في الدنيا، كلام الرسول ده كان هيبقى حجة لينا، وكان هنطلع منه أحكام شرعية وهنحفظه، هيفضل لحد إيه يوم الدين، وهنفضل فاكرين الكلام اللي كان هيرد بيه. ولكن في الموقف ده الرسول عليه الصلاة والسلام قرر إنه ما يقولش أي كلام من عنده، ولكن يرد عليه كلام ربنا سبحانه وتعالى، لأن القرآن لا يعلو عليه، فهو استشهد بحاجة أعلى من أي كلام ممكن يقولها بالقرآن. ورجع عتبة ابن ربيعة بوجه غير الوجه لما سمع القرآن. حديث يعني ما شاء الله اللهم بارك، من الأحاديث الجميلة جدا. شايفين قد إيه أدب الحوار؟ شايفين سلوك الرسول عليه الصلاة والسلام عمل فيه إيه؟ طيب دلوقتي انا عايزه بقى ايه، هطلب منكم ان انتوا ركزوا معايا كده، وعايزين نحاول نسقط الحديث ده على واقعنا دلوقتي. احنا بنتفرج عليه شايفينه قد ايه هو حديث جميل. طب احنا عايزين بقى الحديث ده هناخده ونطبقه وهنسقطه، هنحاول نحاكي ان هو، نتخيل ان هو بيحصل النهارده. عايزه كل حد من الموجودين دلوقتي يتخيل ايه نفسه، انه انا وانا بتكلم معاه ان انا في الفريق المقابل، وان هو حد ممكن يكون ليه كلمه مسموعه شويه، او رايه في مجموعه عنده حواليه انه من الناس بتسمع رايه، وانا ليه مصلحه في ان هو ايه يغير رايه وينضم للفريق بتاعي، فهروح اتكلم معاه. فتخيل كده يا استاذ احمد او يا استاذه نجلاء او اي حد، تخيل انا بتكلم معاكم وانا في الراي التاني دلوقتي، وانا بعمل الحوار ده بيني وبينكم. لو انا جايه ايه اقول لك، انا بصراحه انت عارف انا قلبي عليك وانا بعزك واحنا من عيله واحده، وانا مش عاجبني خالص الجماعه اللي انت ماشي وراهم دول،
وانا عايزه اتكلم معاك بس عشان عايزه اقنعك ان انت في كذا امر كده وفكر فيهم. يعني والله انا شايفه ان انت الجماعه اللي انت ماشي وراهم دول وبتنزل معاهم دول، انت لو ماشي وراهم مثلا بتدور على عروسه، اجيب لك عروستين ثلاثه يا سيدي. انت ماشي معاهم ليه؟ فاكر ان انت هيجوزوك؟ اجيب لك يا سيدي عروسه. طب انت ماشي وراهم ليه؟ عايز فلوس نلم لك العيله كلنا من بعضينا، لو انت ماشي فاكر هيدوك فلوس يعني هنلم لك من بعضينا كده ونديك شويه فلوس. طب ماشي وراهم ليه؟ عايز يعني بتدور على وظيفه، فاكرك ان انت هتمشي معاهم هيشغلوك يعني هيجيبوا لك من بكره، هجيب لك يا سيدي شغلانه في احسن ومرتبك كمان يتحول على البنك كله اول شهر ومن غير ما تروح حتى ولا تروح تمضي ولا اي حاجه، هتلاقي مرتبك بيتحول. لو انت فاكرك ان هم هيوظفوك، مش هيوظفوك ولا حاجه، بيضحكوا عليك. طب ماشي مع الناس دول ليه؟ عايز ايه؟ عايز شهره، فاكر انك هتتشهر بقى قوي وهيتقال بقى اسمك والناس انا البرامج كنت التلفزيون كلها معدين برامج في جيبي الصغير. لو انت ماشي وراهم عايز شهره، من بكره هلففك على القنوات كلها، تطلع في من البرنامج ده للبرنامج التاني. بس سيبك بقى من الايه، من الناس اللي انت ماشي وراهم بقى الشغل دوت. حاجه من دول لو شكلك مجنان، لو مرض نفسي، لو انت مجنون كده اللي بيجي لك ده عشان انت مجنون وماشي ورا ناس مجانين زيك، طب انا عندي بقى تليفون دكتور نفساني زي الفل. يعني انت بس ايه، انا اللي والكشف على حسابي، انا هحجز لك، مش هتاخد في ايده غلوه جلستين اتنين بالكتير وهتبقى زي الفل، وهتبطل تجيب سيره الناس اللي انت ماشي وراهم دول. بالله عليكم، بالله عليكم ردوا عليا، مين فيكم يقدر يستحمل كلام زي دوت؟ كل الكلام اللي انا قلته ده من غير ما يقاطع وهو قاعد ساكت، اللي يقدر يقول لي يرد عليا؟ محدش خالص، اكيد مستحيل يعني. ولا جمله هي او بعد جمله واحده ولا جملتين هتقوم خناقه. ومع ان طبعا مع الفارق الكبير جدا ما بين الموقف اللي احنا فيه دلوقتي ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم على امر الرساله كلها، الدعوه كلها، الامر شديد اكبر بكتير من اي خلاف ممكن يحصل بينا دلوقتي. بس بالله عليكم، حد يقدر من حد يقول له الكلام ده دلوقتي؟ اكيد ما فيش، يعني ما تصورش ان اي حد ممكن يستحمل ولا ربع الكلام دوت. طب بصوا بقى ايه يعني بعد كده، ايه رغم كل دوت الرسول عليه السلام فضل ساكت ساكت، وفي الاخر برضو افرغت يا ابا الوليد؟ يعني بعد كده مين فيكم بعد كده تقول لها، مين فيكم يقدر يفضل قاعد ساكت؟ ولو افترضنا انه اختك ولا قريبك اللي بيتكلم، خلاص خلصت كلامك وبعدين بعد كده بدل ما تقوم تتخانق ولا تضرب. انا اتصور الحوار ده لو حصل في وقتنا الحالي اللي احنا فيه ده ان هيقلب ممكن يقلب بخناقه وضرب. انما لا، انا هفضل ساكته وخلاص، طب خلصت اللي عندك، وابتدي ارد مش بكلامي، ابتدي استشهد بحديث او بقران. يعني سبحان الله الحديث ده كفايه قوي ان انا لو تعرضت لاي حوار سلبي ان انا استرجع الحوار دوت قدامي واتخيله وابتدي اتخيل الرسول عليه الصلاه والسلام وهو قد ايه ساكت ومستحمل واتبع الخطوات اللي هو مشي عليها. هيقلب بموقعه تاني اكيد، ما سبحان الله. يعني شوفوا يعني ما واذا كان احنا نفسنا تصعب علينا وما نقدرش نقبل حاجه زي كده، امال الرسول عليه السلام وهو سيد الخلق ازاي بتقبل الكلام ده كله؟ ولما في الاخر يعني انا اتصور انه من ضمن الاسباب اللي خلت الرسول عليه السلام يرد بالقران انه مش عايز يكون بينتصر لنفسه، انه مش عايز يكون هو في صدد الدعوه، هو بيتكلم في امر عظيم جدا، فهو بيذكر كلام ربنا اللي ما فيش، ومش عايز يكون ان هو بي بي بيرد حميه لنفسه. مين فينا يقدر يوصل للمرحله دي ان هو التجرد في طلب الحق؟ ان هو قد ايه بيفكر ازاي بس ان هو يحتوي الانسان اللي قدامه، وازاي بألين وبأفضل الطرق يقدر يقنعه. يعني بصوا الحديث ده اهم شيء في اعتقد في المحاضره بتاعتنا، انه يكفي جدا انا لو انا وصلت لاي وحسيت ان انا هبتدي انفعل في اي حوار مع اي شخص، وافتكر قد ايه حوار الرسول عليه الصلاه والسلام مع عتبه بن ربيعه، وقد ايه ان هو قدر يمسك نفسه، قد ايه حسن الانصات، قد ايه عدم المقاطعه، قد ايه الرد الجميل. فاسمع مني يعني بعد ما خلاص خلاص خلصت اللي عنده كله، فهو خلاص هيقول له ايه؟ ما فيش، ما سابلوش مجال انه يتخانق معاه، هو قال كل تخلص كل السخافات اللي عنده. فاسمع مني وابتدي اقول بالحجه وبالدليل وبالبرهان. يعني ما شاء الله ده كده هو يعني حديث رائع، حوار جميل جدا. طيب حد يحب يعلق بقى، يسال على اي حاجه؟ واشفاق بل واشفاقه على الاخرين يعني. اه طبعا يعني ما
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني الرسول عليه السلام لانه اوتي جوامع الكلم وايده، هو رحيم بالناس وقد كده لطيف معاهم، عشان كده كان قدر ان هو ينقلهم من حال لحال، قد كده قدر ان هو يأثر فيهم ويقيم الدولة وينشر الرسالة بتاعته. اتمنى ان احنا نكون قدرنا نتعرض لبعض النقاط اللي قد تسري الحوار بتاعنا، قد تساعدنا ان احنا نقدر نعمل حوار ايجابي. وعايز اسمع منكم لو في، يعني في النقاط اللي احنا تعرضنا لها او في غيرها، يعني لو اي حاجة بخصوص الحوار، لو حد يحب يسأل في اي حاجة من اللي فات او يتكلم في اي نقطة من المشاكل اللي بيتعرض لها في حواراته، وانا تحت امركم. متى نتوقف عن الحوار فورا؟ اول ما ابتدي الاقي الشخص اللي قدامي ما عندوش استعداد انه يتقبل مني الحوار، هو ان هو مش بيتكلم علشان يقتنع او علشان يتبادل الاراء، لو لقيت ان هو بس مجرد عايز ينتصر لنفسه، او هيبتدي ياخد الحوار في طريق سلبي، هيبتدي يستخدم الفاظ مش مناسبة، لو لقيت اي علامة دي يبقى احسن افضل حل ان انا اتوقف عن الحوار فورا. بالنسبة للشخص اللي شايف رأيه صح ومصمم على كده حتى لو غلط، المفروض اني استسلم لرأيه عشان انهي الحوار، ولا برضو اجادل معاه واقنعه برأيي؟ يعني انا، ما هو انا هحاول اقنعه، انا بحاول، انا بخش الحوار في الاول، احنا قلنا زي ما قلنا ان من اهداف الحوار الهدف الاولاني في الاصل الوصول للحق. طول ما انا شايفه ان الشخص اللي قدامي عنده استعداد انه يوصل معايا للحق، عنده استعداد يسمع، عنده استعداد يتفاهم، هستمر معاه في النقاش. انما في لحظه معينه لو لقيت اللي قدامي مش متقبل الحوار، هو مش عايز يسمع، هو عايز يهاجم وخلاص، هو اللي مش هوصل لمعاه لنتيجه في الحاله دي، مش هقول له ان انا اقتنعت عشان اقفل الحوار زي ما قلنا، لا مش مطلوب مني ان انا اذوب في راي الاخر، لكن انا هتوقف، هفضل زي يعني زي ما قلت من شويه، ان انا هرجع للنقطه رقم واحد، هرجع لمناطق المشتركه، احنا مشتركين في حاجات تانية وان كنا مختلفين في الجزئيه دي، احنا اختلفنا في الجزئيه ديت، والاختلاف ايه يعني في الرأي مش المفروض ان هو يأثر على علاقتنا ببعض، وهرجع لمرحلة ايه رقم واحد. لو كان فرق السن كبير مثل الوالد ماذا نفعل؟ خلاص يبقى بألين الطرق وبأحسن الألفاظ وبالابتسامة وبالدلع، لو أنا بتكلم مع والدي وقد كده أحس، يعني أنا بتكلم مع والدي أولا، لو أنا موضوع أنا فاهمة فيه كويس جدا ووالدي عنده معلومات قليلة، عمري ما هحاول أحسسه إن أنا بفهم أكتر منه، هبقى حريصة مهما كنت عارفة إن أنا على حق وهو على باطل، هبقى حريصة إن أنا أحاول أحسسه برضه إن أنا عايزة أستزيد من علمه. طبعا أنت والدي وأنت عندك خبرة أكتر مني وأنت اللي مربيني، وابتسامة قد كده من الودن دي للودن التانية، وبقالي يعني الطرق، بس انا والله يا بابا، يعني ايه يا بابا، سمعت الناس بيتكلموا في الموضوع ديت، سمعت برنامج كده، ما حاولش حتى لو انا عندي المعلومة وانا حطاها اساسا وانا اللي عاملة دراسة فيها، ما فهمهوش ان ايه انا بفهم احسن منه خالص، مش هيتقبل. انما ممكن اقول ايه، ده كان في برنامج في التلفزيون مثلا بيقولوا فيه كذا، ده انا الشيخ في المسجد كان بيتكلم عن حديث للرسول عليه السلام وقال فيه عن المعلومة الفلانية، بالراحة خالص، لعل الله كده يشرح صدره للحق. ما تقبلش خلاص، هو مصر على رأيه وأنا ليا رأي تاني، أتوقف برضه. وأهم حاجة إن أنا أفضل محافظة على الابتسامة وعلى اللفظ الطيب، لأن علاقتي بوالدي أهم بكتير جدا من أي حوار ممكن نتكلم فيه، زي حديث سيدنا إبراهيم مع والده، تمام، يا أبتي يا أبتي، يعني قد كده كان حريص عليه، يعني ده سبحان الله، يعني انا مأمورة ان حتى ده لو والدي ولا والدتي حتى لو كان كافر، فانا مأمورة بان انا ابر واحسن اليه، فما بالك لو هو مجرد اختلاف في الرأي. جزانا واياكم، بارك الله فيكم. في الاخر هنوصل بقى ايه لنقطة، انه حتى لو انا بتكلم، لو انا اتكلمت في حواري دوت ما قدرتش اقنع اللي قدامي وهو ما قدرش يقنعني، وده غالبا بيحصل في كتير من، يعني في ظل الازمه اللي احنا فيها اليومين دول، غالبا نادرا ما حد بيقتنع براي الاخر، يعني الا ما رحم ربي، بس انا هبقى حريصه دايما طول الوقت على حاجه، هبقى حريصه ان انا وانت ما اتفقناش على راي واحد، لكن انا حريصه ان انا بعد ما يخلص النقاش انا حاطه من اهدافي ان انا وانا خارجه
على الأقل يبقى معروف ايه، يتعرف عنك انك واحد موضوعي متعقل، ما يتقالش لا ده كل الفريق الفلاني سفهاء وكلهم، لا انك موضوعي متعقل، ان انت بتتكلم بشكل موضوعي وعقلاني. انا مش مقتنعة بكل اللي انت قلته، بس انت بتتكلم بشكل متعقل. تاني حاجة انك محاور جيد، بتعرف تقود الحوار وبتعرف تتكلم كويس قوي حتى لو انا مش مقتنعة باللي انت قلته. تالت حاجة يعلم ان لديك حجة قوية، انت عندك حجتك. وسبحان الله لما بيبقى الاخلاص، والله يا جماعه الاخلاص هو اللي بيفرق في كل حاجه. يعني انا دخلت مع احد الاشخاص في حوار حوالين الازمه اللي احنا فيها ديت، ورغم انها كانت يعني معلمه ليا، ورغم انها رايها مختلف تماما عن رايي، ولكن لحرصنا الشديد احنا الاثنين كان من بدايه الحوار ان احنا بنحاول نوصل على الحق، خرجنا من الحوار كل واحده فينا لسه مقتنعه، بس والله ما ازددت الا حبا ليها، لاني اعلم قد ايه صلاح نيتها وهي هتعلم عني كذلك. فمحاورتك يبقى عارف ان انت عندك حجه قويه في الوقايه الضروريه من المصادمات المهلكه في العلاقات الانسانيه، بحيث حفظ المسافه بين العربات اثناء السير. نمره اربعه، ان الخلاف هو خلاف اراء ولا يمثل رد للاشخاص. زي ما قلنا من شويه، افصل بين الشخص وسلوكه. يبقى ايه، نبقى انا متفقه معاك ان احنا علاقتنا، احنا قرايب، احنا اصدقاء، احنا زملاء في العمل، علاقتنا مستمره، وان كنا ايه مختلفين في الاراء، ده مش معناه ان انا برفضك او ان انا بكرهك كشخص، انما انا ممكن اكون مختلفه مع ارائك. نمره خمسه، ان احنا نرجع زي ما قلنا دايما للمنطقه واحد، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. احنا في نقاط كتيرة مشتركة ما بيننا، وفي جزئية احنا مش قادرين نوصل فيها لحل مشترك، مش قادرين نوحد الرؤى فيها، نعذر بعضينا فيها. يبقى هي دي الخمس نقاط اللي انا حتى لو ما عرفتش اوصل مع محاوري لنقطة اتفاق، هبقى حريصة ان انا وانا خارجة ان يوصل له الخمس نقط دول. تمام، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. أتمنى إن المحاضرة تكون مفيدة، وإني أكون قدرت أوصل أي معلومات ممكن إن هي تأثر في حياتنا بأي شكل إيجابي في ظل الظروف اللي إحنا فيها ديت، وإن إحنا بإذن الله يعني زي ما عقدنا النية كده مع بعضينا كلنا في أول المحاضرة، إن إحنا عايزين إصلاح ذات البين، نجدد النية مع بعضينا، وعايزة أتفق معاكم من دلوقتي، ربنا يبارك لكم كلكم. عايزه اتفق ان احنا خلينا نجدد النيه، ان احنا اول حاجه عايزين نبدا بانفسنا. كل حد فينا كان ممكن بيخش عنده شخص بيخش معاه في حوارات سلبيه، لا انا من هنا ورايح اتعلم ازاي اخلي حواراتي تكون اكثر ايجابيه، هتعلم ازاي ان انا اللي هقود، مش هقول اصل هو اصل هي عصبيه، اصل هو انا الكيس من دانا نفسه، انا المسؤوله. اي حوار طالما دخلت في حوار مع حد، نجاح او فشل الحوار ده مسؤوليتي. لو اللي قدامي ما بيعرفش يسيطر على الحوار، انا بعرف، انا اتعلمت، انا هشتغل على نفسي بحيث ان انا دايما باذن الله اقود الحوار بشكل ايجابي، اعرف اوصل بيه لنهايه طيبه. دايما هدين نفسي. وبعد ما ابتدي اشتغل على نفسي ان شاء الله، لو يعني اللي فيكم عايز النقاط حتى بتاعت المحاضره ديت، ممكن ابعتها له على الميل او على الفيسبوك، يخش على الايميل بتاعي وانا ابعتها له. هبتدي اراجع النقاط بتاعت المحاضره دي واشتغل على نفسي، ولو قدرت باذن الله ان انا احسن شويه من نفسي او ان انا استفدت منها اي حاجه، ابتدي ممكن بعد كده احاول اوصل النقاط دي لحد غيري، وكلنا ناخد النيه ان شاء الله، ويبقى ثوابنا كبير جدا من حديث الرسول عليه الصلاه والسلام اللي قلناه في الاول، نيه اصلاح ذات البين. جزاكم الله خيرا وشكرا لحسن استماعكم، اراكم على خير ان شاء الله في محاضرات قادمه. جزاكم الله خيرا.